أجواء احتفالية وتعادل سلبي بين الأهلي ومصر المقاصة بدون أهداف. قبل ما ندخل في الشغل الفني والحديث عن المباراة، كابتن الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة بعد الاحتفاء بالنادي الأهلي داخل الملعب. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على توجيه الشكر اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة بعد المشهد الحضاري الذي شهده اليوم استاد القاهرة وقيام لاعبي مصر المقاصة بعمل ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي أبطال الدوري قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع 28 في البطولة وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميا بلقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. كما أشاد الكابتن الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة وحرصهم على إحضار تورتة في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي قبل انطلاق المباراة، وذلك في ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين. طبعا ده جه خلال الاتصال الهاتفي اللي جرى بين رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب واللواء محمد عبد السلام نظرا لعدم تمكن الكابتن الخطيب من حضور المباراة بسبب معاناته من آلام الظهر ونزلة برد حادة. طبعا هي لفتة طيبة جدا من نادي مصر المقاصة، وقلما تتكرر، يمكن ما تكررتش قبل كده، ويمكن دي أول مرة يعملها فريق ويعمل ممر شرفي لأبطال الدوري. بنشكر طبعا نادي مصر المقاصة وعلى رأسهم اللواء محمد عبد السلام. لفتة كويسة طبعا يا كابتن علاء. يمكن أشرت ليها قبل المباراة أيمن. طبعا لفتة حلوة، وزي ما بقول لك أنا كرة القدم حاجة راقية وحاجة ممتعة جدا، مش لازم ناخد كل حاجة وحشة منها، ناخد منها الحاجة الكويسة، الحاجة الراقية، ودي كانت ظاهرة أو لفتة طيبة جدا النهاردة. أتمنى يا رب يبقى الشعور كل الأندية بنفس الشعور بمصر المقاصة. سيادة اللواء محمد عبد السلام طبعا راجل، هو راجل ممتاز بصراحة، ويمكن أكيد هو صاحب الفكرة دي، وكانت شعور طيب يعني من لعيب المقاصة وجهازه الفني، واتمنى يا رب ان يبقى ده حاجه كده عرف كده. مش عيب على فكره انك تهني الفريق كان بنفسك في يوم من الايام او في الدوري ان هو كسب بطوله، بالعكس حاجه راقيه جدا وحاجه كويسه جدا، وهي دي الرياضه، مش هتكسب على طول مش هتخسر على طول، لكن دايما في حاجه اسمها روح، في حاجه اسمها روح رياضيه، في حاجه اسمها في محبه بين اللعيبه. اي كل لعيبه الدوري العام ايمن ما فيش مشاكل بينهم، هي يعني المشاكل بس 90 دقيقه بتخلص خلاص هم اصحاب وحبايب وكل حاجه، لكن الكلام بقى اللي بعد المباراه دايما هو اللي بيكبر الامور قوي. كابتن هاني، اجواء احتفاليه يمكن طغت على احداث المباراه. هي احلى حاجه في المباراه يا كابتن، الممر الشرف اللي اتعمل ده هو احسن حاجه في المباراه. لا تورتايه تورتايه حلوه حلوه. لا طبعا المباراه طبعا يعني شايف ان هي ما تليقش بنادي الاهلي ان هو واخد دوري النهارده، ونادي المقاصه في نفس الوقت ان هو برده بيلعب على مركز خامس او رابع. المباراه فيها اهداف كتير ضايعه جدا، ملعب مفتوح النهارده، استغلال الفرص ضعيف جدا من الفرقتين، النادي الاهلي ضايع النهارده. وسمعنا الممر الشرفي يعني هو ده بصراحه يعني الحاجات دي قليل لما بنشوفها في عندنا في الملاعب المصريه. ويعني بس ما اعتقدش يا كابتن ايمن برضو ان لو المنافس بتاعك هيعمل ممر شرفي لو انت في مكان المقاصه النهارده، صح يا كابتن علاء ولا ايه؟ ايه بتقول ايه؟ ما اعتقدش ان المنافس بتاعك الحقيقي يعني لو انت النهارده واخد دوري اعتقد ان هو مش هيعمل مره شاف. قصدك لو كانت المباراه يعني هو اشترف فيها يعني؟ اه لا ما حدش يقدر يتكلم في حاجه زي، مش انا اعرفش الغيب يعني، مش عارف، بس هي لسه طيبه، هي لسه طيبه، ما تعرفش النيات، ما تعرفش النيات. خلينا في الحصه النهارده، خلينا دايما في الاحداث النهارده، عايزين نخش على حاجات مش موجوده. لا طب بنتمنى طبعا، لا بنتمنى طبعا ان الروح الرياضيه دي تبقى موجوده ما بين الفرق كلها يعني. احنا بنشيد موقفهم بالظبط. اه طبعا يشكر طبعا اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة، حاجه بصراحه حاجه محترمه جدا، ويا ريت ان هي تتكرر دايما في الملاعب عندنا. نرجع للمباراه بتاعتنا النهارده، يعني زي ما قلت لك يا كابتن ايمن المباراه متوسطه المستوى، يعني في فرص كتير ضايعه، كنت اتمنى النادي الاهلي النهارده ان هو يستغل المباراه، ان النهارده ان انت راجل يعني خلاص واخد الدوري وبتحتفل النهارده مع جماهيرك بحصولك على الدوري، كان يعني كنت اتمنى النهارده ان احنا نحرز الثلاثه بونت النهارده، لكن بعد برده يا كابتن في لعيبه برده يعني عارف يا كابتن علاء ان اللعيبه خلاص انت واخد دوري نازل النهارده، حتى بانت في بعض في لمسات بعض اللعيبه ان انت يعني مش هقول ان هو ماتش شو، لكن برده في
يعني في راحه كده بالظبط يعني اذا مفيش تركيز النهارده زي الماتشات اللي فاتت مفيش عليك ضغط طبعا. نادي مصر المقاصه طبعا كان ممكن النهارده ان هو يخطف المباراه في اوقات كتير جدا. النهارده عمرو مرعي راح انفراد، النهارده فوافي برده راح في واحده كان ممكن يخلص فيها المباراه، لكن هنقول في الاول والاخر هي مباراه يعني مش عايز اقول تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن انت راجل خلاص حسمت الدوري رسمي النهارده. اتمنى من الراجل الفتره اللي جايه ان هو يحاول يعتمد على 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 الناس اللي ما بتلعبش باستمرار، الناس اللي راجعه من الاصابه النهارده. حسين الشحات كنا نتمنى ان هو يبقى موجود، وموجود في القائمه على فكره، وكنا نتمنى ان هو النهارده ياخد، حتى لو هياخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه كانت هتفرق معاه جدا. النهارده كهربا بدا ياخد شوط اكتر من الاول كان بيلعب برده يعني دقائق بسيطه. النهارده السوليه الشوط الاول يعني الراجل عمل شوط من احسن الشوط اللي عملها من ساعه ما جه النادي الاهلي، بيلعب بمزاج النهارده، تحس ان هو مزاجه رايق، بيشتغل كويس، عمل كام اسيست، عمل شوط على الجول. يعني زي ما قلت لك يا كابتن ايمن كتوتال المباراه يعني شايف ان هي متوسطه المستوى النهارده، مش هي دي يعني روح النادي الاهلي ان انت بتلعب. يعني كابتن ايمن بص، النادي الاهلي معودنا دايما حتى لو انت واخد بطوله بتنزل كانك لسه البطوله ما خلصتش، بتلعب على 3 بونت، لازم تكسب، ما فيش حاجه اسمها انت يعني. انا افتكر مستر مانويل جوزيه لما خدنا الدوري في سنه لما كنت موجود مع النادي الاهلي، خدنا دوري يا كابتن علاء، تاني يوم ما فيش احتفالات، ما فيش اي حاجه، بنركز في الماتش اللي بعده. الراجل بيبقى عارف نوعيه اللعيب المصري يا كابتن ايمن، ان انت لما بتاخد بطوله خلاص عارف ان انت بقى بتريح وبيبقاش في تركيز وبيبقى في حته اللي انت خلاص الموضوع البطوله، خدت البطوله، فممكن ان انت الموضوع بالنسبه لك خلاص ما بيبقاش فارق معاك. لكن مستر جوزي كان دايما بيجي بعد البطوله دايما بتلاقيه بيعنف اللعيبه، بيقول لك لا احنا خلاص البطوله دي صفحه واتقفلت، نركز في اللي جاي. وده اللي كنت متوقعه النهارده وكنت محتاج ان انا اشوفه النهارده في لعيبه النادي الاهلي. لكن برضو الضغوطات اللي موجوده على اللعيبه الفتره اللي فاتت والماتشات الكتيره اللي كل 3 ايام ماتش او 4 ايام ماتش، فدي برضو ممكن تكون مؤثره النهارده على بعض اللعيبه. فاتمنى زي ما قلت لحضرتك ان الماتشات اللي جايه نشوف الناس الجديده والناس قصدي الناس الصغيره حتى الناشئين، في ولاد ناشئين موجودين، اتمنى ان هم يشاركوا الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا باذن الله يسهل والراجل يبدا يحط القوام الاساسي او التشكيل الاساسي المناسب لماتش الوداد ان شاء الله. كابتن عادل، الاجواء اللي هي قبل المباراه، الاجواء الاحتفاليه لعيبه النادي الاهلي، هل اثرت على اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ اكيد، احنا اتكلمنا وقلنا ان حسم الدوري اثر على اداء النادي الاهلي النهارده. بالسلب ولا بالايجاب؟ لا بالسلب طبعا. اقول لك ليه، لانه المفترض انك انت خلاص نهيت، وكنت انت كنت عايز تنهي في مباراه الاتحاد وبعدين اجلت وبعدين اتنهت قبل ما تلعب المباراه، فانت كنت محمل قوي او بالمعنى الاصح محضر نفسك قوي ان انت تحسم المباراة مع مصر المقاصة النهارده. فلما حصل ان النادي الاهلي خد الدوري من مباراة الزمالك، فبدا النادي الاهلي يبقى فيه او اللعيبه يبقى فيها عندهم شويه استهانه شويه. لكن اللي انا عايز اقوله لك ايه، خلاص الدوري انتهى وانت خدته، المفترض الاهداف الاسمى تعملها بقى في الوقت ده. يعني انا مش دعوه باداء النهارده المباراه، انا المباراه اللي جايه ماليش دعوه باداء، انا المباراه اللي جايه ليا دعوه بتحضيرها لمباراه الافريقيا. بمعنى انك انت عندك وقت دلوقتي تجهز اللي مش جاهز، هتلاعب مين في الماتش الوداد من دلوقتي انت تفكر. خلي بالك بدايه من مباراه النهارده الكلام اللي انت بتقوله ده. لا بص انا اقول لك حاجه، يمكن المباراه الاولى بعد الاحتفال ممكن تاخدك، لانك لسه ما فكرتش، لانك لسه حاسم امبارح بالليل. لكن انا بكلمك على الاستراتيجيه وقياس اللياقه البدنيه ما بين اللاعبين اللي عدم عندهم جاهزية ولا ما عندهمش جاهزية، مين اللي عاوز تلعبه في مباراة الوداد، مين اللي انت عايز تبدأ بيه، ومين اللي عايز تخليه احتياطي، ومين اللي كل الاستراتيجية دي، ومين اللي عندك بعيد عن اللعب. يعني انا شفت النهاردة كهربا نزوله كان انا مبسوط جدا، برغم ان كهربا في الكورة جوه الملعب لسه بعيد شوية، لكن لما ياخد شوط النهاردة افضل كتير قوي. كنت اتمنى انه كمان الناس اللي حطيتها في دماغه، واكيد استراتيجية المباراة بتاعت الوداد، لأنك أنا شخصيا أنا راجل مدرب أول حاجة أفكر فيها في الوقت الحالي، أنا أديت مهمة الدوري خلاص، حتة الأرقام القياسية ومش الأرقام القياسية، الرقم القياسي في الوقت الحالي بطولة أفريقيا، عشان كده أنا أعد لبطولة أفريقيا. فكل المباريات القادمة للنادي الأهلي فهي خدمة لمباراة الوداد ده مهم جدا. دي واحد.
اتنين ومهمه جدا للغايه في الوقت الحالي، انك انت حاسم الدوري قبلها بسبع اسابيع، ممكن تجيب لعيبه بقى صغيره كمان. بمعنى ايه؟ عندك عربي بدر وعندك كذا لعيب ممكن تديله علشان يعلى كمان مع تحضيرك لماتش الوداد. اي نعم دول مش هيلعبوا ودول مش هيكونوا موجودين في المباراه بتاعت الوداد، انا ما بقولش يلعبوا، لكن بقول لك انت عندك سبع مباريات او ست مباريات في الوقت الحالي. أي. ست مباريات وديه تعتبرهم وديه حتى لو بالبنط في الدوري، لكن ست مباريات وديه قبل برافات قبل ماتش الوداد. انت عندك اهدافك للسنه القادمه كمان، للوقت اللي جاي، للقايمه بتاعت فرقتك، فانت عندك ست مباريات جميله جدا في وقت انت محتاج فيه تقيم فرقتك اللي هيتواجد معاك السنه اللي جايه. هتعمل اعداد للوداد، هتطلع لعيبه صغيره، بس اعتقد ده هيبقى في حدود مثلا اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه اللي انت بتقوله ده. ما هو المفروض يا كابتن ايمن، انا بتكلم النادي الاهلي بطل. البطل ما بيغيرش كتير، علشان كده دايما الناس بتلوم على النادي الاهلي ان في لعيبه بتمشي وبعدين ترجع تاني. طب ما احنا عندنا قايمه، ما نقدرش. البطل دايما ما يقدرش يغير الا في حدود المعقول، اثنين ثلاثه لعيبه. حاجة تانية عاوز أقولها لك، الدوري العام ما بياخدوش إلا بطل زي النادي الأهلي. ليه؟ لأن عنده استراتيجية، وزي ما أنا قلت في أول الاستوديو. يعني إيه بطولة اليوم الواحد؟ دي للفرق، بطولة اليوم الواحد للفرق دي بتاعت المدرب وبتاعت يوم اللعيبة في يومها. لكن الدوري العام بتاع تنظيم وإدارة واستراتيجية وفكر وحاجات كتير قوي، ده ما عندوش، ما فيش إلا في النادي الأهلي. حتى بطولات افريقيا، يعني احنا لعبنا على الفاينل، بقالنا بطولتين بنلعب على الفاينل وربنا ما اردش، او ثلاث سنين ربنا ما اردش ان انت تاخدها في الاخر. ولكن عايز اقول لك حاجه، دي مباراه، لكن انت الاستراتيجيه بتاعتك انت بتلعب لحد اما توصل لنهائي افريقيا. هو ده السنه دي اللي احنا هنتكلم فيه. بس احنا كان عندنا خطوره النهارده، انا شايفها في الحته الدفاعيه، في خطوره عليك في حته الوقفه، في حته التنظيم الدفاعي. انت هتلاعب فرق ممكن عندها لعيبه تعرف تجيب جون. يمكن النهارده المقصه من افضل الفرق، وانا بحييهم فعلا، وفعلا هم محترفين ومحترمين طول الوقت. اللي هو محمد عبد السلام محترم من ساعه ما انشات، وليد هويدي والناس دي كلها من ساعه ما انشات المقصه، وهي محترفين اولا، اخلاقياتهم عاليه، نادي كبير فعلا. ولكن في الاخر عاوز اقول لك ان النادي الاهلي خلاص، الفرصه اللي جايه انت عد عندك ثلاث اهداف امشي فيهم، الهدف الاسمى بطوله افريقيا، الاهداف الثانيه القايمه بتاعتك بتاعت السنه القادمه، والهدف الثالث انك انت تصعد لعيبه كويسه تبدا تديها شويه، علشان يبقى انت نجحت نجاح كبير جدا السنه دي. وبعدين خلي بالك انت في كاس مصر كمان عندك، ايوه، انت 30 ما ترسل. فانت لازم برضو في كاس مصر تبقى عندك اتزان شويه. انت مش معناها انك انت تغير المجموعه كلها، لا، هي محتاجه يا كابتن ايمن، ويمكن فايلر اعتقد انه لازم يفكر في التفكير ده، لازم يعمل اتزان ما بين اوقات اللعب ما بين اللعيبه، يعمل اتزان ما بين ان هو مين اللعيب اللي هيلعب معاه الوداد ويقدر يحضره من دلوقتي. كابتن عادل، شفنا الشوط الثاني بالذات احداث المباراه اتغيرت، ومع ذلك النادي الاهلي ما استغلش النقص العددي لمصر المقاصه، مع ان الطرد كان بدري جدا. شفنا استحواذ من النادي الاهلي، ولكن شفنا مع الاستحواذ كميه تمريرات غير صحيحه كتير جدا. شفنا زحمه جدا في نص الملعب، شفنا اداء، يمكن الشوط الاولاني كان الاداء افضل في بعض الفترات. دي حقيقه، الشوط الثاني الاداء يعني انا شايفه من اسوأ الاشواط الفتره اللي فاتت كلها. يعني ما كانش ده اسوأ شوط، يعني اسوأ شوط، لان انت كان عندك زياده عدديه، وكان عندك فرص انك تعمل مباراه احسن من كده، وعندك دافع كمان، بتلعب باريحيه وبتلعب ما فيش ضغوط عليك. المباراه يعني الدوري شبه الدوري اتحسم خلاص رسمي، فانت المفروض بقى ده وقت الاستمتاع، يعني وقت الاستمتاع وانك تاخد ثقه للمباراه الجايه. يعني انت عندك بطوله كبيره الشهر الجاي، محتاج انت تاخد ثقه كبيره فيها. كل اللعيبه لازم توصل للمباراه دي عندهم ثقه عاليه في نفسهم، وبدنيا واقفين على رجليهم بشكل كويس، اللي عنده استشفاء من الماتشات الكتير
والبعيد يرجع تاني يلعب يدخل في يعني في المعترك المباريات. انا عايز اتكلم في النقطه دي. يعني حضرتك بتقول ان احنا نبتدي بقى نستعد للماتش الوداد. احنا تقريبا ناقص لنا شهر تقريبا على ماتش الوداد. شهر بالظبط يعني تقريبا بالظبط. هل الافضل ان هو من دلوقتي يلعب بنفس الطريقه او نفس التشكيل اللي هيلعب بيه ماتش الوداد او اللي هو بيفكر فيه ماتش الوداد، ولا لسه بدري على الكلام ده؟ لا ولا ممكن بدري. يدخل بعض العناصر، ممكن نشوف بعض العناصر. لا هو لسه بدري انك هو المفروض تبني مواقف كتير لمباراه الوداد، وده كنا بنتكلم فيه من قبل مباراه الزمالك، واتفقنا ان مباراه الزمالك كانت مباراه مناسبه انك تبدا تشتغل عليها زي مباراه الوداد. وانا شايف ان الفرقتين شبه بعض شويه في المواصفات ومواصفات اللعيبه كمان وطرق اللعب، فكنت شايف ان الحاله الفنيه متهيئ للفرقتين دلوقتي متساويه شويه جدا. وهما يعني قريبين من بعض جدا في الشكل والطريقه وكل حاجه. كابتن عادل بعد اذنك نستاذنك بس نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي هيقول ايه عن احداث المباراه. peut aussi compter hein. Je pense c'était un bon début de ce match là après l'adversaire a aussi bien joué on peut jouer des actions de temps en temps encore mieux mais c'est quand même à peu près le match que j'ai attendu parce que hier on a su qu'on est champion et si c'est dans les têtes des joueurs et on a un adversaire qui est très très motivé ça peut être un match comme on a vu maintenant. بيقولوا احنا بدانا الماتش النهارده بدانا كويس وكان في فرص يعني كان في هدفين اتلغوا هدف منهم كان ممكن يتحسب ولعبنا كويس ساعدنا الدقايق الاولى في المباراه بعد كده طبعا الخصم رجع تاني للقاء ولعب كويس وكان لنا فرص كان ممكن نحسن استغلالها ما احسنناش استغلالها والماتش تلعب بالشكل النتيجه اللي احنا شفناها دي وده الماتش اللي كنت منتظره وكنت عامل حسابه لان امبارح بعد ما عرفنا ان احنا تم اعلان ابطال الدوري كنت حاسس اللعيبه ممكن تبقى فاقده تركيزها فالوقت كنت مديله اهتمام وخرجنا بتاعته بعد موسم كامل في الدوري ومبروك على الدوري فتوتي سيزون في اداء الدوري وتنظيمه الكره عموما الرياضه فتوتي سيزون vous avez remporté le titre comme vous voyez de la coalition du championnat égyptien le système championnat égyptien est-ce que ça vous plaît ou non vous avez des commentaires sur le championnat égyptien le championnat égyptien oui les matchs sont très physiques c'est pas facile de jouer des matchs avec nous à aller on a toujours la pression hein, parce que tout le monde demande des victoires oui, j'ai vu beaucoup de matchs aussi très durs hein, et très serrés. Hein. On a aussi vu les dernières semaines, presque toutes les équipes sont capables de prendre des points des autres équipes. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche. Hein. Maintenant, on a quand même beaucoup de points d'avance. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on a quand même aussi eu beaucoup d'absents. Hein. On a changé très souvent aussi notre équipe. Mais au général, ça m'a beaucoup plu que... ça que j'ai vu et on a beaucoup de bonnes équipes dans le championnat. بقول يعني رؤيته الدوري المصري شايف هو دوري بيعتمد الحته البدنيه في حته بدنيه فيها عاليه بيقول الفرق في فرق مستواها قوي وفي منافسه قويه احنا كنادي الاهلي في علينا ضغوط دايما احنا نبقى دايما بنكسب مطلوب مننا ان احنا نكسب على طول فدايما تحت ضغط بيقول ما في ماتشات مستوى قريب جدا للفرق وماتشات مستوى الفني عالي بوجه عام بيقول احنا يعني كان لينا فرصه ان احنا الجزء الاولاني من الدوري النص الاولاني من الدوري نهيناه بشكل كويس فكسبنا الدوري فرق نقط كبير بس احنا شفنا اسابيع اللي فاتت ان في فرق خدت نقط من فرق ثانيه وعملت مفاجات فده مستوى الدوري متقارب مستوى فرق الدوري متقارب. اتفضل. احمد عصام اللعيبه بقيت لك فوز بالدوري عايزين نعرف احساسك ايه وشعورك تقييمك للموسم اللي قدمته مع النادي الاهلي خاصه ان هو كان مقسوم نصين النص الاول قدمت فيه كوره حلوه ونتائج كبيره واداء قوي والنص الثاني قدرت تحافظ على الفرقه وتجمعها في وسط الظروف الصعبه والغيابات والاصابات والتاثير الكبير اللي votre évaluation de votre performance technique avec l'équipe durant cette saison avec le club Ali, surtout la première moitié de la saison avant le Corona, avec le Corona, vous avez ramassé beaucoup de points. La deuxième moitié, vous avez réussi à garder le gap de points qu'il y a avec le deuxième, surtout avec vu que vous avez beaucoup de blessés et beaucoup d'absents. Oui, on a encore un peu plus de points d'avance qu'on a déjà eu après le premier tour. Mais c'est aussi logique, c'est normal. Si tu as beaucoup de matchs et tu sais dans ta tête que tu as beaucoup, beaucoup plus de poids que tes autres,
Oui, tu joues peut-être pas tous les matchs comme tu as joué au début de la saison, mais il faut pas prendre une partie ou l'autre partie. Hein. Il faut prendre à la fin toute la saison. Et si on regarde toute la saison, on a les meilleurs buts marqués, on n'a pas reçu plus que des autres. On a beaucoup plus de points des autres. On a joué avec beaucoup de joueurs. Alors je suis très, très content avec l'équipe. طول حياتك بالنسبة للموسم الجزء الأولاني والجزء التاني زي ما حضرتك قلت هو طبعا الموسم المفروض ناخده كله على بعضه. الجزء الأولاني من الموسم احنا حققنا فيه نقط كتير وكان فارق كبير بيننا وبين التاني في الجدول الدوري. الموسم الجزء التاني من الموسم ما حققناش النقاط هي بعد العودة من كورونا، بس ده طبيعي لأن اللعيبة طبعا كانت مستريحة في أريحية وأنت بتلعب، لأن أنت عارف إن عامل فرق كبير في النقاط. لكن بوجه عام احنا يعني أنا مبسوط على أدائي في الدوري، حققنا جبنا نقط كبيرة عدد نقط كبير، حققنا نسبة أهداف أكبر من أي حد تاني ودخل فينا أهداف أقل من أي فرقة تاني، فهو راضي عن أدائه مع الفرقة خلال الموسم ده. شكرا. هو واضح ان مستر فايلر النهارده بيتكلم من غير ضغوط، بيتكلم باريحيه، واضح كده ان هو راضي عن الاداء، راضي عن النتيجه. هنتكلم عن الكلام اللي قاله مستر فايلر وخصوصا عن نقطه ان احنا كنا قبل الكورونا في الدور الاولاني حاجه وبعد الكورونا وهو بيلتمس العذر لعيبه النادي الاهلي حاجه ثانيه، ولكن بعد الفصل. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن مستر فايلر والمؤتمر الصحفي، وكان بيتكلم بكل اريحيه وحاسس ان هو راضي عن الاداء وعن النتيجه. كابتن علي، لا مش عارف يعني ولا اداء ولا نتيجه بصراحه، يعني راضي على مشواره في الدوري ماشي، وقال انا احسن فريق في كل حاجه، وده طبعا طبيعي انك النادي الاهلي، النادي الاهلي احسن فريق في كل حاجه، انه بطل الدوري وبطل الدوري ما شاء الله بفرق كبير جدا من النقاط، واكتر فريق جايب اهداف واقل فريق مستقبل اهداف، كل ده طبيعي جدا، ده النادي الاهلي. لكن لو اتكلمنا النهارده ايمن على الاداء، لا اداء مش مقنع. هو راضي قصدك عن الاداء، هو راضي على المجمل يعني. هو النهارده اتكلم على اداء الموسم كله ان هو خد البطوله، فهو لحد الان هو راضي على الاداء والبطوله حسمها بدري وكده. بس هو قال حاجه، قال ان اللعيبه لما عرفت امبارح ان الدوري حسم، هو قال كمان انا شددت قوي ان هم لازم يلعبوا مباراه بتركيز اكتر، بس واضح ان ما حصلش حته ان التركيز النهارده كان مفقود جدا. التركيز مش في كام حاجه، اما بيبان في ايه؟ تركيز في تحركاتك، في استلامك وتسليمك للكوره، في مراقبتك للخصم، ازاي بتتحرك في الملعب، انت بتتفرج في الكوره ازاي. النهارده في اخطاء كتير جدا، انا متاكد مفيش اخطاء حصلت في مجمل الدوري العام كلها النهارده حصلت زي النهارده، استحاله. في النهارده كم انفرادات وكلها من منطقه واحده ما حصلتش في من بدايه الموسم حتى قبل كورونا لبعد كورونا، ودي حاجه مش صح، دي حاجه لازم تقلق شويه. الحاجه الثانيه النهارده تمرين كتير قوي مقطوع، ده ايه اللي التركيز على فكره، ده ايه اللي التركيز، هو عايز يخلي اللعيبه مركزه، بس انت مش عارف تدخل لعيب في جو المباراه. هو خد ممكن يبقى تركيز زايد عن الحد شويه، انا مش عايز اطلع الكوره غير زايد عن الحد ما يبقاش. بص يا كابتن علاء، مش ممكن تتفق معايا على التغير من الاهداف من امبارح للنهارده. انت عارف لما نكون هنلعب ماتش فاصل او ماتش هو اللي هيجيب لنا الدوري، فنادي الزمالك اتغلب، انت ما عندكش مشكله، الدوري راح. لا انا بكلمك التغير، النقله ما بين انك انت تكون عندك استعداد قوي جدا ومتحمس جدا ان انت تحسم بمكسب، علشان الزمالك كان المفروض يكسب اسوان كويس، بس انت وبعدين حصل العكس تماما. طب ما انت كان عندك نفس الدافع، نفس الدافع كان عندك في الاتحاد. بالظبط. وبعدين بص يا عادل، الموضوع ده انا ممكن ماشي انا باله، بس هو المنافس اللي وراك فين؟ خد بالك الفكر الاجنبي عادل، المدربين السويسريين، ما انا هقول لك، بس بالذات المدرب السويسري دي حقيقه في كل حته عندهم الفكر بتاع الهدف، خلص هدفه وهو بيشتغل على هدف تاني. جميل ماشي، على فكره ده كل مدربين كده، كل مدربين يعني في ترتيب كل المدربين الاجانب كده، يعني في ترتيب هدف تاني. هو ده اللي انا اتمناه واعتقد
فيه. أيوة ان هو ماشي. ايه ان هو هيبدا، علشان كده النهارده وبيتكلم في المؤتمر الصحفي قال كلمتين، قال ايه؟ قال انا افضل اداء من الفرق كلها، انا اكثر. ما هو قال هو راضي على فكره، هو راضي. ما هو ما هو ده الاهداف بتاعته. لا هو راضي على الدوري كله ايمن المجمل كابتن، لكن هو حقه. احنا بنناقش حاجه تانية عادي، احنا بنناقش على الاهداف نفسها. وانت بتقول ان اللعيبه النهارده بعد مباراه الزمالك امبارح خلاص كانوا مركزين في حاجه، في حاجه ثانيه. بس الكلام بيحصل دي. في حاجه عادل. لو منافس وراك قريب، انت ما عندكش، انت مع احترامي الكامل انت ما فيش منافسه في الدوري عادل، انت منتهي تماما. لكن نشوه الفرق والهدف، بص عادل، لو ما حصلش مباراه اسوان امبارح، لو ما حسمتش النهارده هتحسم مباراه قادمه، ما حسمتش قادمه، انت فاهمني؟ لكن وممكن انا برضو ومن غير انت ما تحسم، ومن غير ما تحسم هتتحسمت من عند الخصم. انت فاهمني يا عادل؟ الكلام ده انا معاك، عارف ايه ده حصلت مره معانا مع مستر جوزيه، فضلنا احنا والاسماعيلي حد بروح. طب اما لو وصلت كده كنت بعمل ازاي عادل؟ كان ايه يعني ضغوط بقى، انت فاهم؟ ولعبنا مباراه فاصله في اسكندريه 1-0 في لافيو. فانت بتتكلم، انا هي دي الضغوط يا عادل، لكن انت بتتكلم في ان فريق كان بيفكر في حاجه. الكلام ده لو الامور قريبه قوي، لكن هو قال كلمه في المؤتمر، قال انا حاولت اخلي اللعيبه تركز اكتر. لو هو عمل كده طبعا هي وجهه نظر تحترم جدا، لكن اللي حصل في الملعب النهارده من جايز من اللعيبه، اللعيب لو خد الاحساس عادل او نزل الملعب ان هو تركيزه النهارده الامور بقت سهله، استحاله هيرجع تاني لجو المباراه. طب اقول لك منتهي. احنا مش ممكن ننقل من تشكيل لتشكيل لو انت في الموقف ده، يعني بمعنى ايه؟ ان انا اشتغل على الاهداف الثانيه على طول، مثلا انا هلعب باساسيين اللي بيلعبوا على طول كويس تمام، وبعدين حسمت انا كنت ممكن اغير في وقت العب بتشكيل اخر للاهداف اللي انا عايز اعملها بقى. بس مش هينفع بقى، مش هينفع مباراه النهارده. مباراه النهارده خلاص، انا اعتقد ان ممكن يكون في واحد ولا اثنين حصل. كان عارف بيتكلم ولا هتخش؟ لا لا كابتن، لا كمل كمل. لا وانا بقول يا مباراه كانت مش سهله، مش نقطه. اتفضل. هي مباراه على فكره النهارده مباراه كوره حلوه، بالعكس الفرق المخصصه من الفرق اللي بتلعب كوره ما بتدافعش. كان عادي بيتكلم على تفكير كابتن ايهاب، وده تفكيره على طول. فانت المخصصه فرقه تلعب معاها كوره عادي، مش فرقه بتدافع وتضايق وكده، بالعكس. لكن يمكن الفترة القادمة هيبدأ حتة الناشئين، هيبدأ تجهيز اللعيبة، لأن هو عنده خلاص الهدف الأكبر، عنده شهر على فكرة، فترة كافية جدا إنك تجهز لعيب، عايز تدخل لعيب فورمة تاني مباراة، تدخل لعيب تاني، واحد بدنيا لسه مش واقف على رجله تاني يحصل تاني. وخلي بالك دي تحديات برضه يا كابتن علاء. أكيد يا أيمن، بص يا أيمن، هي يعني هو قدر أي مدير فني في النادي الأهلي بالزبط. زي ما اتكلمنا فيه قبل كده، مفيش حاجة اسمها تحدي، وفي حاجة اسمها بطولة. أيوة في بطوله، يبقى مطالب بالبطوله دي. جماهير النادي الاهلي فرحت امبارح وهتفرح النهارده، لكن تقول لك لا، ده على فكره النغمه دي اتقالت امبارح مش النهارده. لا ده احنا في الاهم اللي كان بيتكلم عليه عادل، افريقيا في الاهم صح. هو ولكن ده ولكن ممكن هو زي ما قال مستر فايلر في المؤتمر الصحفي، ان هو عادي ممكن تمر بماتش زي ده، يحصل حاجه زي كده. جميل. يعني ممكن تحصل في ماتش واتنين. جميل. يمكن احنا برضو خلي بالك اللعيبه مرت ببعض الظروف الصعبه كويس، كل الفرق طبعا، ولكن النادي الاهلي كان فيه زياده في الاصابات، زياده في ان انت كل ماتش بتلاقي اثنين ثلاثه بيقعوا منك، ماشي اثنين ثلاثه بيغيبوا طرد مش عارف انذارين ثلاثه، بس يعني انت في الاخر النادي الاهلي عندك كم لعيب موجود. دايما اقول لك احنا القايمه فيها بنقول 25 30 نجم، عشان لو حصل كل الظروف تقول عليها دي ايمن، هتلاقي طبعاً نجم ياخد مكان نجم ناشئ كده. هو ده النادي الاهلي مظبوط. بس انا بقول لك عليه ان انت دايما مطالب ببطوله. جماهير الاهلي انا قلتها من قبل البطوله ما تحسم، حتى جماهير الاهلي دايما ممكن اتكلمنا فيها بطوله وعايزه اداء. والجماهير على فكره بتتفرج بوعي جامد جدا. يمكن النهارده كنا عايزين اداء على اساس عارف ليه ايمن، خدت الدوري خلاص وبقى مفيش عليك ضغوط. الا جايب حاجه، بتلاعب فريق كره محترم، تقدر تلعب معاه كوره، تقدر تلعب معاه كوره، وتقدر لو انت بتفكر في اي تفكير بالنسبه ازاي تقابل فريق قوي ومنظم عنده لعيبه مهاريه ازاي تتعامل معاه. لكن النهارده انت لو هنتكلم على حدث حصل النهارده بالدقيقه 60 المخصصه بيلعب ناقص لاعب صح؟ مع الاحترام الكامل حسيت بفرق. لا احنا يمكن الشوط الاولاني كنا احسن، كنا احسن بكتير كمان. حصل كان عادي بنتكلم دلوقتي وهاني، حصل ثلاث انفرادات عليك في الشوط الثاني. احنا خلاص بقى ابعد عن الاحتفاليه والدوري، والحمد لله دايما كل حاجه كويسه للنادي الاهلي وكده. لكن خد بالك الجماهير اللي بتيجي تتفرج هم زينا على فكره، احنا مش احسن منهم في حاجه. وبيقول لك بس الحاجات دي تقلقك عشان في مباراه مهمه هو قلقان منها. اصل ما يعني مشاهد النادي الاهلي ده وبيتفرج على النادي الاهلي مش مجرد بيتفرج وكسبنا 3-0، لا لا خالص ايمن، الموضوع مختلف والله. يعني بيتفرج وعينه على حاجه الاهم الاكبر. مفيش مشجع في النادي الاهلي في اي حته في العالم لو سالت سؤال واحد بس، انت نفسك في ايه؟ يقول لك التاسعه. صحيح.
بس عايز اقول لك حاجه، هو ممكن برضه يكون بيفكر نفس التفكير مستر فايلر. ماشي، ما هو التفكير ده لازم يكون، التفكير ده لازم يكون ليه برضه ترتيبات تانية. يعني انا دلوقتي النهارده ممكن نروح لحته بعيده شويه، يعني احنا من ساعه ما بدانا احنا عندنا مشكله مثلا في في الخط الخلفي، في مواقف معينه فيها مشكله. هل احنا هنبدا نشتغل على ده؟ هل انا هبدا اخلق حلول تانية ان انا الاشخاص اللي بتلعب دلوقتي هل هي المناسبه لمباراه الوداد؟ خلينا نتفق، احنا خلاص كلنا متفقين من اول الاصغر واحد لاكبر واحد ان دلوقتي تفكير في مباراه الوداد الهدف الاساسي بتاع بطوله الدوري انتهى. لا عندك ارقام عايز تحققها ولا هتفرق بعد كمان 10 سنين، مش هيقول لك الاهلي حطم ارقام، الاهلي هو خد بطوله الدوري. فانت اخذت الهدف الاساسي بتاع البطوله، بس انت اللي جاي ايه؟ ما انا اللي جاي ده برده لازم ابني له حاجات ثانيه. هل ان انا هينفع الناس اللي موجودة دي، هل هم الاشخاص دي ينفع يتلعب بيها مباراه الافراد، ينفع يتلعب بيها مباراه الوداد؟ هل ينفع العب مباراه الوداد باربعه ولا بثلاثه؟ ايوه. ايه اللي ممكن اعمله؟ ايه الاخطاء اللي عندي اللي انا ممكن استغلها؟ يعني واحد عندي زي علي معلول لعيب مهم جدا جدا في الفرقه، هل لو انا بلعب اربعه هستفاد بيه في مباراه الوداد؟ هل ان انا لما العب ثلاثه مثلا ولاعبه وينج باك هل استفاد بيه اكتر ولاعب حد تاني ويبقى امنت واحد ما كمان بدل ما المنطقه الخلفيه متقسمه على اربعه بقت متقسمه على خمسه بقى عندي تامين اكتر؟ هل لو انا بلعب بثلاثه ان انا الهجمات المرتده عليا لو انا بهاجم في الوداد او انا واقف بلعب في نص ملعبي هل دول مناسبين ليا ولا لا؟ هو ده المفروض اللي جاي. نسيبك بقى من ان احنا الدوري احنا بنلعب كويس ولا لا، انا بمناسبه محترفين، يعني بمناسبه كلامك دوت انا برضو في حاجه انا عايز اسال فيها. معلش، احنا كلنا عايزين النادي الاهلي يوصل لماتش الوداد وهو في احسن حاله فنيه. تمام، طبعا كلنا عايزين مصلحه النادي الاهلي بلا شك يعني. ولكن في مثلا نقطه من ضمن النقط، ودي كمان خلي بالك مش انا بس اللي بتكلم فيها، حتى الجمهور بيتكلموا فيها، حتى الجماعه القريبين من اللعيبه ومن النادي الاهلي والمتابعين بيتكلموا فيها. انا دلوقتي عندي مشكله مثلا، او مش مشكله يعني، في علامه استفهام على اداء جيرالدو. كويس، جيرالدو في الثمان مباريات الاخيره لعب 7 مباريات او 9 مباريات الاخيره لعب 8 مباريات، هو ما ابتداش بس ماتش الاتحاد او ما لعبش ماتش الاتحاد. كويس، انا في اصرار عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ساعات الاصرار دوت يديك انت انطباع بايه؟ ان هو انا بفكر في ماتش الوداد بطريقه معينه تستلزم وجود جيرالدو في الفريق؟ ممكن وارد. بص يا كابتن ايمن، برده يعني بدون اقطع كلام حضرتك، خلينا نتفق ان احنا كل واحد لو مدرب هيبقى عنده تحفظات، لا مش تحفظات، عنده شكل للعيبه اللي محتاجها جوه الملعب. كويس، عنده، هو بيحتاج اللعيب اللي طريقته ايه، طريقته دفاعيه اكتر ولا طريقته هجوميه اكتر؟ الراجل ده واجباته الهجوميه هو متفوق فيها قوي، انا محتاج ده، ولا هو اصلا بطبيعته كمدرب؟ كل واحد لينا ليه طبيعه، كل التحليل ده كلام كويس جدا، بس وانت مدرب ليك طبيعه مختلفه. ممكن تبقى محتاج، بتحب لعيب الكوره اللي هو عنده استحواذ، وكابتن علاء هيحب واحد بيجري، وكابتن، لكن كل واحد دي طريقته. لكن هي يعني انا عارف انت راجل حريف فمش هتفكر في كده. فدي نقطه يعني انا شايف ان هي ايه، في اصرار عليه، وده يرجع دي حاجه حاله خاصه بالمدرب، وده هو دي رؤيته، طالما هو اللي موجود هو اللي يتحاسب عليها. لكن انا شايف ان في حاجه تانية اهم من ان احنا جيرالدو متوظف. أيوة. صح ولا غلط؟ انا عندي مشكله في الخط الخلفي، هل المشكله دي هتفضل جيرالدو هو السبب فيها؟ لا، احنا لازم 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 يكون في حل للرباعي. الرباعي ده زي ما اتفقنا، يا اما هلعب 3 يا اما هلعب 4-4-2 او 4-2-3-1 باجنحه بتعرف تدافع، لان انت لو لعبت بالشكل ده في الوداد يعني هيبقى فيه خسائر مش كويسه، بالذات كمان المباراه الاولى بره ملعبك، فمحتاج تطلع ما يخش فيك اهداف، فدي نقطه مهمه جدا. هو ده انا المفروض تبني عليه، مش مين اللي كان كويس ومين كان وحش. ما انت قلت اجنحه لازم تدافع. تمام، خصوصا في ماتش الذهاب. مظبوط، يبقى عندنا اسماء، احنا عندنا اسماء. ما احنا عندنا اسماء، بس هل انت جيرالدو لما بيلعب مدافع، لما بيلعب وينج، لما بيلعب موجود قدام علي معلول او قدام هاني، هل بيدافع بالشكل الكافي؟ انت النهارده الشوط الاول في 3 كور دبل باص من ناحيه جيرالدو مع محمد هاني، مظبوط؟ في كورتين، وكره لفوافي وكورتين لعمرو مرعي، وكره دبل باص بين ريكو وفوافي. يعني في 3 كور بس من ناحيه اليمين، دي اللي احنا قلنا بين الشوطين. هل انت بتلعب، هل جيرالدو بيلعب عشان هو دفاعيا احسن؟ طب ما هو دفاعيا ما اداش الدور المطلوب منه. فيبقى في حاجات لازم الفتره اللي جايه لازم اتفرج على الفرقه كويس، فرقتي بقى مش فرقه الوداد، لازم انا عندي محلل اداء،
محلل اداء ده لازم يجيب لي احصائيات اللعيبه كلها، وانا كمان بعيني بتشوف، مش احصائيات بس، الاحصائيات طبعا مهمه بس لا برضو العين بتشوف، العين وانت كمدرب احساسك ايه بلعيبتك. لازم الفتره الجايه ابدا اشتغل على اخطائي، اخطائي انا. المربع الذهبي اللي موجود دلوقتي اقل فرقه عندها اخطاء هي تاخد البطوله. فده اللي لازم اشتغل الفتره الجايه. طيب إيه بس اقول لك حاجه علشان قول لازم نفهمها كويس. طيب. يعني ماشي، الفرق الكبيره ما بيبقاش عندها اهداف ولا عندها مشاكل في افراد. أي. المشاكل بتبقى في سيستم بس. يعني انت اتكلمت على جيلاردو ان هو كان عنده مشكله واثنين وثلاثه في مباريات كتير قوي، دي مش مشكله الفرق الكبيره دايما، ومين اللي هيلعب، وكمان الاعداد اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انت بتعد للوداد ايه؟ انت مش بتعد له طريقه لعب على فكره، انت بتعد له جاهزيه لاعبين، عشان دي كمان لازم ناخد بالنا منها. الحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، هل انت تقدر تغير طريقه لعب في وقت من الاوقات دي وتلعب في الست مباريات؟ عشان تغير طريقه لعب علشان انت ممكن يكون عندك مشكله مثلا في قلب الدفاع، فانت عاوز تلعب واحد قدامهم عشان لما تيجي تغير، يعني انت لما تيجي تغير اللعب هل انت عندك الجراءه انك تعملها كده؟ وهل انت مدرب مع مش عارف، يعني انا بتكلم على مدرب قاعد مع الفرقه فتره طويله مش عارف اخطاء لعيبتك ومش عارف جاهزيه لعيبتك؟ لا، هو كل حاجه عارفها، هو بس عاوز يوصل للحته بتاعه قبل المباراه باسبوع او 10 ايام بجاهزيه اللعيبه بالشكل ايه، مش عايز يغير ولا لو مش هيفكر. لو فاكرين مباراه الاهلي والزمالك، لو انت فاكرها لاعب زي ما اتكلمنا لاعب قفشه ناحيه اليمين، ليه؟ لان السيستم ما اتغيرش. خلي بالك مفيش مدرب محترف اجنبي كمان بالذات يجي يغير طريقه لعب في وسط موسم، ولا بيجي يغير طريقه لعب في اخر موسم. أي. ولا لما يكون عنده بطوله قويه بيبقى مشدود قوي، وانا عاوز اصلح اخطائي وانا عايز اعمل. خلي بالك النقطه دي مهمه جدا، ما بيعملوش كده. هو الاحسن يحط الراجل في ما يغيرش الطريقه، بس هو عمل كده، ولا يحط الراجل غير امكانياته في المكان. انت تفضل ايه؟ اقول لك حاجه، هنرجع لكم ونتكلم في الموضوع ده تاني، ولكن هنطلع بره النقد شويه ونروح لاجواء احتفاليه وكابتن محمد الشناوي من ملعب المباراه. احسن برضه كابتن ايمن، ببارك لك طبعا وببارك لكل جمهور النادي الاهلي، فرحه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي للفوز بلقب 42. الشناوي كمان نجم نجوم النادي الاهلي وكهربا الشناوي كمان. الشناوي مبروك يا الشناوي، بص مهم جدا وبطوله مهمه جدا وفرحه كبيره لكل اللعيبه. حابب تقول الاول مبروك يا شنو، مبروك مبروك، الف مبروك، بطوله كبيره وبطوله مهمه جدا. حابب تقول ايه يا شناوي لكل جمهور النادي الاهلي الاول؟ اداء ورجولك العدم الشناوي، لكن تقول لكل جمهور النادي الاهلي قبل اللعيب. طبعا ببارك للجمهور وبارك للجهاز الفني والاداره، كان موسم صعب والحمد لله اخذنا الدوري الحمد لله. ان شاء الله نفكر في الفتره الجايه، عندنا افريقيا خلاص الدوري خلص، يعني بالنسبه لنا خلاص خدناه، نفكر في الماتشات الجايه لتجهيز لافريقيا ان شاء الله. ربنا يكرمنا وبارك للجمهور، انتوا بالنسبه لنا على طول بتقفوا في ظهرنا، وعلى طول انتوا مصدر قوه بالنسبه لنا. وطبعا الحمد لله لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه، وبشكرهم كلهم وبشكر كل اللعيبه. ان شاء الله الفتره الجايه هنركز في افريقيا، الماتش الجايه بالنسبه لنا هتبقى زي ما قلت لك هتبقى اعداد لافريقيا. ان شاء الله اقول له مبروك، مبروك للجمهور والجهاز الفني والاداره، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. مبروك يا شيرلو، الف مبروك يا شيرلو. كابتن ايمن فرحه كبيره جدا، احمد الشيخ نجم نجوم النادي الاهلي، مبروك يا احمد، بطوله مهمه وبطوله صعبه، لكن قدرتوا رجاله قدرتوا تقفلوا على نفسكم الفتره اللي فاتت. حابب تقول للعيبه وحابب تقول للجمهور النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، الاول بنحمد ربنا الحمد لله على البطوله الغاليه دي، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لكل اللعيبه، ومبروك للجهاز الفني، مبروك لكل ما هو اهلاوي. الحمد لله كانت بطوله مهمه طبعا بالنسبه لنا، ان شاء الله قبل افريقيا نقدر ان شاء الله ان احنا ندخل على ماتش الوداد باذن الله بتركيز بهدوء،
وربنا ان شاء الله يوفقنا باذن الله في الماتشين. فرحه كبيره ورساله للمؤمن زكريا، لان الدوري ده فعلا لمؤمن زكريا. عايز اقول طبعا ده ان شاء الله ده دوري مؤمن زكريا ودوري محمود متولي ودوري كل الناس المصابه، وان شاء الله بتمنى لهم، واحنا كلنا كلاعيبه بنتمنى ان هم باذن الله يرجعوا لنا تاني في اقرب وقت. والحمد لله يعني ببارك طبعا تاني لجمهور النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين. الف مبروك قفشه يا نجم النجوم، قفشه نجم النجوم زي ما شايف. طبعا هو واضح فعلا ان اللعيبه النهارده داخله المباراه وهي فرحانه ومبسوطه وعايزه تسعد الجمهور، يعني شايف كده ان الاجواء دي كانت قبل المباراه ومستمره حتى بعد المباراه يا كابتن عادل. اكيد اكيد، ما احنا شفنا والاجواء كلها احتفاليه، فممكن تكون كمان المباراه كانت يعني سرقتهم الاحتفاليه وعدوا، لكن حاجه جميله قوي انك تبقى انت واخد دوري وقبليها بسبع اسابيع، دي كبيره قوي يا كابتن. يعني طبعا انت بتتكلم في 18 بونت بره، لو فاضل 6 اسابيع لكن انت حسمته وعندك 7 مباريات مظبوط، يعني عندك 21 بونت، دي حاجه، ده انجاز غير مسبوق وانجاز قوي جدا. صحيح، لازم نستغله بقى، يعني صح. يعني ربنا اداك وقت حلو قوي انك انت تعمل كل اهدافك، واحنا كنا بنتكلم في حاجه مهمه على المباريات اللي جايه، الاستراتيجيه الوحيده اللي بتعتمد هي استراتيجيه المدرب. احنا بره ممكن تكون احنا بنتكلم كويس وعارفين وشايفين ده فكرنا احنا، لكن احنا مش شايفين اللعيبه واصله لايه. انت مش شايف اللعيب، يعني ممكن جيلاردو بيلعب فترات علشان يعمل بيه حاجه في اوقات، هو اللي شايف، هو المدرب. الميزه في النادي الاهلي غير الانديه كلها كابتن، وخلينا بقى نتكلم شويه على ميزتنا احنا، بغض النظر عن اي شيء، فبيديك فرصه انك انت تبتكر وتشتغل وما بيتدخلش معاك، وبالعكس ده بيقفوا جنبك. انا بتكلم في الاداره، لما تدي للمدرب مسؤوليه ما بيتدخلوش في شغلهم خالص، ما بيدخلوش في اي شغل حد فيهم. علشان كده بقول لك انه ده نجاحك، عشان كده انت بتاخد بطوله الدوري الكبيره. حاجه تانية كمان مهمه قوي، انك انت لو حتى في خطا من اخطاء المدربين اللي بيبقوا موجودين ممكن يصلحوا، مش بيهد الدنيا. علشان كده انت عدد المدربين اللي اشتغلوا معاك اقل من اي نادي تاني. طبعا انت عندك استقرار في الناحيه دي خالص، عندك استقرار طبعا. وعندك نسبه، يعني 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 في انديه غيرت بال21 مدرب في 5-6 سنين، لكن انت ممكن تكون غيرت مثلا 6-7 مدربين في المده او اكتر. يعني فدي ميزه كويسه قوي. والاحتفاليه اللي بيحتفلوا بيها لعيبه النادي الاهلي، 42 بطوله هم شاركوا، ممكن يكون فيهم بعض الناس شاركوا في 10 او 12 بطوله منهم. يعني في لعيبه عصلت 12 بطوله، وليد سليمان مثلا، لانهم واخدين اخر حاجه 5 سنين ورا بعض. يعني انت مزبوط. وراحت سنه وبعدين انت كنت واخد زي ما الكابتن علاء ميوب قال 14 سنه يا كابتن علاء، 14 انت واخد 13 سنه، 13 واخد يعني خسرت سنه واحده، خسرت سنه واحده. يعني ايه القوه ما شاء الله في النادي الاهلي، في قوته دي، عارف ليه؟ عشان جمهوره العظيم، دي حقيقه والله. صحيح، جمهوره بيخلي الناس اللي بتشتغل فيه بيشتغلوا باخلاص وبجديه. وانا بحييهم فعلا، يعني انت بتتكلم في انك انت واخد دوره اهو قبليها بسبع اسابيع، انت عارف انه ممكن في العالم ما يكونش دي حصلت. وخلي بالك، عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل كمان، عايز اقول لك حاجه بمناسبه الدوري دوت، الدوري ده كله ارقام قياسيه طبعا، يعني في عدد مرات الفوز طبعا، في عدد الاجوال اللي انت جبتها، في عدد الاجوال اللي دخلت فيك، يعني مليان رقم قياسي. نفسه هو لقب الدوري رقم 42. ما تجاوبني بقى، انا اسالك ايه المنافسه بقى؟ فيش منافسه، ما احنا بنتكلم على كده من قبل المباراه، احنا قلنا بالارقام مفيش منافسه، لما شفنا الصوره مش شايفين مفيش منافسه. وفي كلمه تانية، محدش بيدي الدوري للنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيدي لا لا الدوري لا لا برجله. لا بص، هو في طلع احد حبايبنا نجومنا الكبار في منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن جمال حميد، قال امبارح تصريح غريب شويه. يمكن يعني ايه الناس كلها كانت مستغربه التصريح اللي هو قاله، قال لك ايه نادي الزمالك هو اللي بيدي الدوري للنادي الاهلي. يعني مش التصريح مش مضحك. يعني انا اقول لك حاجه، خلينا في الدوري اللي احنا فيه دلوقتي ده، نادي الزمالك لو ما خسرش ماتش امبارح
نادي الاهلي برضه هياخد الدوري. لو كسب النهارده ياخد الدوري والماتش الجاي هناخد الدوري، الماتش اللي بعده هناخد الدوري. يعني مش نادي الزمالك اللي مدينا الدوري. لا ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ولا حد بيديك هديه طبعا. انت الدوري، احنا قلنا الدوري بيتحسم بمجموعه مباريات كبيره، ببنات عاليه، بجوان اكتر، بفرقه اعلى، بدكه اقوى، صحيح، بجمهور اعلى. انت طبعًا. الحاجات دي كلها احنا اللي بنتكلم فيها، ده الدوري العام مش بطوله اليوم طبعا. بطوله اليوم بتاعت مدرب وفوقان لعيبه في يوم او بنالتي بتحسم بيها بطوله. لا هو كلام غير مقنع اصلا، يعني هو كلام غير مقنع. انت بتتكلم على بطوله، انت بتتكلم على بطوله زي النهارده مثلا، هو مش خساره الزمالك هي اللي ادت الاهلي الدوري. لا يا كابتن، لا طبعا خالص، بطوله 8 شهور و9 شهور والدوريات اللي قبل كده، ال 41 دوري اللي قبل كده. لا يعني هو كلام غير مقنع. انت عارف الفرق كام دوري؟ واحد عنده 30 سنة. أي. يعني 30 سنة. لو 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 اتوحد اتولد النهاردة. أي. أي. انت فاهم وقعد 30 سنة. 42 12 عشان يبقى. صحيح. 30 سنة. يعني لازم تبعد، يبقى انت لازم تبعد عن الكورة 30 سنة. 30 سنة ضوئية. لا او تبعد عن الكورة 30 سنة تقعد في البيت. علشان حد ممكن يجيبك. وانا اقول لك حاجة، لو ده من وجهة نظر، لو بعدنا عن الدوري 60 سنة. ممكن يجيبونا في سنه 54 في ال 54. عموما هنرجع نواصل احتفالاتنا مع مراسلنا من ملعب مباراه كريم احمد ولقاء مع رامي ربيعه. كابتن رامي ربيعه قلب الاسد وواحد من نجوم النادي الاهلي وقائد بالفعل فريق النادي الاهلي، فوز صعب وبطوله كانت صعبه جدا، الناس ممكن بتقلل منها، لكن هو ده النادي الاهلي. بنفوز قبل البطوله بسبع اسابيع، لكن ده راجع لجديه وعزيمه واصرار وشخصيه. مبروك يا رامي، وبارك لكل اللعيبه. حابب تقول للعيبه وجمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا، بطوله مهمه بالنسبه للنادي الاهلي قبل ما تدخل بطوله افريقيا، دي حاجه مهمه ليك ان حافز يبقى ليك. بقول مبروك للعيبه كلها، زي ما انت شايف الفرحه بصراحه، مجهود سنه كامله انت عملت اللي عليك في الملعب وكل واحد ادى اللي عليه. اتمنى افريقيا ان شاء الله يعني نفرح النهارده ونحاول نقفل الموضوع ده، لان افريقيا اهم بالنسبه لنا واهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. وبقول لجمهور النادي الاهلي مبروك طبعا ببطوله الدوري محببه ليكم ومحببه لينا احنا كلعيبه. ان شاء الله لسه الموسم بالنسبه لنا ما خلص، لان في اولويات للموسم لسه، تكمله البطولات ان شاء الله اللي هي الكاس وبطوله افريقيا، فاتمنى النجاح لنا ان شاء الله. مؤمن، والكلمه بتاعت مؤمن دي يعني بتاثر فينا بشكل كبير، لان انتوا بالفعل وعدتوا ان الدوري ده هيكون باسم مؤمن زكريا. طبعا، لان مؤمن واحد مننا بقى له كتير معانا، انا واحد من الناس مؤمن معايا من الناشئين في النادي الاهلي، مؤمن معايا وانا عندي 8 سنين، يعني عارفه من احنا في الناشئين في النادي الاهلي، فاتمنى له الشفاء العاجل، واتمنى له ان احنا يبقى موجود معانا قريب ان شاء الله، واتمنى له يبقى موجود في وسطنا. زي ما شايف هو فرحه الناس مستنياه واحنا مستنيينه وكل الناس بتدعمه، فاتمنى له الرجوع بالسلامه ان شاء الله. مبروك. مبروك، الف مبروك. مصطفى شوبير مبارك لك يا درش، طبعا بطوله غاليه وبطوله صعبه، والنادي الاهلي متعود على حصد اللقب بطوله الدوري العام، لكن كان في ظروف صعبه جدا مرت على الفريق، لكن قدرنا نقفل على بعض وقدرنا الحمد لله ان احنا نحصل على اللقب. حابب تقول للعيبه وحابب تقول لجمهور النادي؟ طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي اللي على طول دايما في ظهرنا، وببارك للعيبه، لعيبه رجاله دايما اتعودنا على كده في النادي الاهلي الدوري. الحمد لله الواحد لسه ما لعبش ماتش وواخد 2 دوري، في ناس كتير بتقعد سنين عشان تحقق رقم زي ده، دي ميزه النادي الاهلي زي ما بيقول لك، اللي بيعدي من جنب النادي الاهلي بياخد بطوله. والحمد لله ببارك لعيبه رجاله، الجهاز على اعلى مستوى شغالين معانا الحمد لله، ما بخلناش باي حاجه، وان شاء الله نقعد الجمهور بافريقيا كمان ان شاء الله. حمزه تقول لكل اللعيبه؟ حمزه اقول الف مبروك لكل اللعيبه والجمهور كله بصراحه، عم مكي طبعا الف مبروك يا عم مكي، وده شخصيا اول دوري ليا، وان شاء الله ما يكونش الاخير، ان شاء الله تبقى بدايه خير يا رب. عايزين برضو ما ننساش يا جماعه دور الصراحه العمال، او مش العمال، هم اهم من اللعيبه، موجودين في الفرقه اهم من اللعيبه كمان، دول لهم النادي ما يكملش وما ياخدش البطولات دي. واحد زي عم حارس معاه 82 بطوله 83 بطوله، عم مكي اكتر من 40 سنه في النادي، 20 سنه انت بتتكلم في تاريخ هنا برضو موجود، لازم نقدر الناس ونحترم الناس دي، زي ما في ناس بتضحي يا جماعه بالحاجات دي من غير عشان خاطر ما بتاخدش فلوس، دول الناس دي بتضحي عشان خاطر النادي وما بتاخدش فلوس برضو، فلوس قليله بس بتضحي في النادي ده. معانا بقى عربي بدر نجم الدي جي هنا ولا ماسك الدي جي؟ عربي بقى قبل ما اروح لعربي، عم مكي بطولات كتير، عم طارق بطولات كتير، تقول للعيبه انتوا ليكوا تاثير وليكوا دور كبير مع فريق النادي. الحمد لله طبعا، الحمد لله البطوله دي مديها المؤمن والكابتن الخطيب وكل مجلس اعضاء مجلس اداره واللعيبه كلها وكل زمايلي. عم طارق تقول على الفوز وعلى البطوله الغاليه جدا دي، انتوا من الرموز ومن الناس المؤثره في فريق النادي الاهلي. ده طبيعي يعني، النادي الاهلي اننا ده تعب والناس كلها بتتعب، فده اللي بيستثمروه في اخر الدوري، لازم ناخد الدوري طبعا طبيعي على الشغل اللي بيعملوه، والف مبروك على النادي الاهلي كله. تقول ايه لكل اللعيبه بسرعه؟ الف مبروك كل اللعيبه، وطبعا يعني اصغر واحد في زمايلي كلهم العمال، بس الحمد لله الواحد بيتعلم
حاجات كتير، واحد بيشوف النادي الاهلي اجمد حاجات، والف مبروك افريقيا ان شاء الله. كوتش مايكل الجراند اليناتوري دي بورتيري دي تشيتو congratulazioni per aver vinto la liga, che vorresti dire a tutta la squadra dopo questa partita? Sì, grazie a tutti la gente che lavora per l'Ali, noi siamo tutti orgogliosi di lavorare qui in questa società e grazie, we are champions. Yes, yeah, come on. هو طبعا بيشكر طبعا كل اللعيبه وبيقول ان احنا يمكن عيله واحده وبنشتغل كلنا كتيم وورك واحد. Però che vorresti dire al Cennaui dopo questa grandissima forma durante la stagione? Sì, di continuare a lavorare come lo fa e ascoltare quello che gli dico e così possiamo andare avanti perché non è mai finita, il portiere è un mestiere difficile, bisogna essere sempre concentrati e lavorare molto, 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 molto. Grazie mille, buona fortuna e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. طبعا يمكن انا سالته في البدايه يقول ايه لكل اللعيبه على الفوز وعلى الاداء المميز، الحقيقه يمكن شكر اللعيبه بشكل كبير جدا وحياهم على الفوز، ويمكن دي قال لسه كمان عندنا كتير سالته على الشناوي، قلت له رايك ايه في الشناوي على اداؤه المميز جدا على مدار الموسم كله، قال الشناوي بيشتغل بشكل كبير جدا ومميز جدا ولسه كمان عنده طموحات وعنده امال كبيره، هي دي الروح الكبيره جدا. مستر مايكل طبعا واحد من المدربين المميزين جدا، بيقوم بدور كبير مع لعيبه النادي الاهلي، بيقوم بدور كبير كمان مع حراس المرمى سواء علي لطفي الشناوي مصطفى شوبير، هو ده الاداء وهو هي دي الرجوله وهي دي شخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها. كابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما تمشي بقى كابتن سيد، لا قبل ما تمشي يا كابتن سيد، لا 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 كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا فرحه كبيره جدا ومهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، مبروك مبروك للكل مبروك للجميع، هي دي شخصيه النادي الاهلي وهو ده الروح، وان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه باذن الله تكون فتحه خير على النادي الاهلي، عندنا مباراه مهمه مع البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله يكون قادم افضل لفريق النادي الاهلي. واضح ان الاجواء احتفاليه جامده جدا، واضح اكتر كمان ان الكابتن مصطفى شوبير ان شاء الله طالع لابوه كابتن احمد شوبير، يعني هو ده الواضح. كابتن هاني بص، هي شكل اليوم النهارده اللعيبه جايه تحتفل وعايزه تسعد الجمهور وداخله في حته ان احنا النهارده جايين نحتفل بدرع الدوري العام، كويس؟ تمام. احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا بمجرد ما بنحتفل ببطوله اليوم يعدي خلاص احنا نسينا كل حاجه وبنبص للي بعد كده. ده حقيقه فعلا. يعني هل ماتش النهارده مش في الحسبان وما نتكلمش عليه ونبص للماتشات اللي بعد كده؟ عشان الجمهور، عشان اللعيبه عايزه تدخل الناس في اجواء الفرحه بتاعت الدرع الدوري. والله يا كابتن يعني طبعا احنا كلنا سعداء طبعا بالانجاز النهارده، ولكن يعني مش عايزين نتكلم في سلبيات. لا مش هنتكلم في سلبيات خالص، انا على فكره انا ما بحبش اتكلم في سلبيات، انا بحب اضحك دايما واحب ان احنا نتكلم بصفه يعني كويسه. يعني طبعا النهارده شايف اللعيبه كلها فرحانه، على فكره يا كابتن الفرحه دي ما بتجيش بالساهل، يعني بتجيش لازم طبعا، يعني لما بتبقى بيبان عليك الفرحه كده بتعرف فعلا ان انت تعبت، وفعلا اللعيبه دي اكيد تعبت، ما فيش حد بيوصل بياخد دوري بفارق كبير من النقاط بالشكل ده الا لما كنت تعبت، يعني باين عليهم النهارده كمان في الفرحه. ممكن الناس تقول ان هم مثلا مؤفرين شويه في الفرحه، لا مفيش حاجه اسمها كده خالص، الناس دي تعبت والناس دي اشتغلت بقى لهم اكتر من 10 شهور وفي توقف 5 شهور كورونا، يعني اي فرقه ثانيه كان ممكن ان هي تيجي الدور الثاني وتقع زي ما شفنا في فرق كتيره في الدوري الدور الثاني شكل غير الدور الاولاني خالص، لكن اللعيبه يعني عندهم حق ان هم يفرحوا طبعا، ولازم جمهور الاهلي كله يفرح بان في لعيبه موجوده بالروح دي، وانا شايف الولاد الصغيرين كمان عندهم الحافز يا كابتن ايمن ان هم ان شاء الله باذن الله يكملوا المسيره بتاعه اللعيبه الكبار اللي موجوده، وده ده ده فعلا اللي بنشوفه دايما في النادي الاهلي، ان الولاد الصغيرين بيتعلموا من اللعيبه الكبيره حتى في الروح، مش في الكوره بس لا في الروح وفي الاداء وفي كل حاجه كويسه طبعا بتبقى بخصوص البطوله. طبعا النهارده يعني مش عارف احنا هنتكلم في الماتش ولا هنتكلم في الفرحه، بس احنا مش عايزين، لا هنتكلم برضه في كل حاجه، نخش في الماتش لان الماتش ما كانش فيه حاجه، يعني الماتش ما فيش فيه حاجات كتيره حلوه يعني بصراحة. بص يا كابتن هاني، انا مثلا انت كنت راس حربه طبعا مميز، وكنت راجل من الناس الهدافين، وكان لعبك يعني فني عالي جدا. احنا مثلا اتكلمنا مثلا النهارده على موضوع الاثنين راس حربه وراس الحرب، انت كلمتني على حاجه في تحركات بلجي، وانا كان ليا وجهه نظر، انت ليك وجهه نظر، ولكن قلت يعني بنلتمس له العذر لانه هو في اوقات كتير كان بيلعب اثنين راس حرب، تمام، فهو تعود بوجود راس حربه جنبه ان هو يسقط كتير،
تمام كويس. ولكن انا كلاعب كوره برضو لازم يكون عندي فكره، حتى ما اكيد المدرب قايل له اكيد، يعني اكيد المدرب قايل له ان انت راس الحربه الوحيد، تمام، وهيلاقي مسانده من الناس اللي تحتيه. فما بيبقاش انا يعني ما يبقاش انا مثلا 70 80% شغلي كله بره ال 18، تمام فاهم. فانا قصدي ان انا اللعيب نفسه هو ممكن انا اكون مثلا الحماس بياخدني صح. او انا حاسس ان انا متكتف فبنزل، هنزل مره اتنين، بس ما يبقاش اغلب لعبي بره ال 18 وانا راس الحربه الوحيد. هي دي كانت وجهه نظري. طبعا طبعا تحترم طبعا وعندك حق طبعا طبعا فيها، لكن هو الراجل باين طبعه ان ده طبعه يعني من ساعه حتى، وبرده لما كنا بنلعب باتنين استراكر كان بينزل، وحتى لو بنلعب بواحد ايام مروان قعد، ايام لما الماتشات اللي مروان قعد فيها لما كان عنده سوء توفيق قعد فتره، الراجل برده كان بادي نفس الاسلوب ونفس الطريقه ان هو بيتحرك، هو هي دي طباع عنده ان هو لازم يتحرك، بيتحرك بينزل ناحيه اليمين كتير وبينزل ناحيه الشمال كتير عشان الكره تجيله. انا 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 شايف ان هو انت ما تنزلش كتير في في في, في الاوقات دي الا لما تحس ان انت الكره بقالها فتره ما جاتلكش يا كابتن ايمن، او بقالك فتره كتيره الناس ما بتوصلكش كوره، فانت بتضطر ان انت تنزل على اساس ان انت تدي لنفسك مساحه ان انت تشتغل وتقول للناس ان انا موجود. لكن كل ده طبعا يعني انا يعني الكابتن ايمن، طبعا الكابتن ايمن فرود كان يعني محترم، وكان انت طبعا بتتكلم برضو على اساس ان انت مريت بالحاجات دي كتير، فانت طبعا عندك حق في كل حاجه، لكن انا شايف ان الراجل ان هو كان عليه ضغوط الفتره اللي فاتت، فهو عايز يثبت للناس باي طريقه بقى، مش 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 حته ان انا اجيب جوال بس، هو لما الجول بيتاخر عنده بيحس ان هو مش موجود، فدي في فراوده كده، في فراوده لما الكره ما تروحلوش باستمرار بيحس عايز يعمل اي حاجه كابتن ايمن، يعني ممكن يعمل فاول يقول لك لا انا موجود اهو عشان الناس تشوفني ان انا موجود في الملعب، فهو بينزل كتير، فهي دي انا شايف ان هو ده طبعه، يعني ده طبعه مش يعني الكره دي عملناها حلو قوي بصراحه، يعني هجمه كونتر اتاك عملناها كويس جدا. دي هجمه جميله فعلا، انا كنت طالبها حاجات كنا يعني كويس ان سمير جاب لنا الحاجات دي نتكلم فيها، زي الجول حسب ده التحرك ده. التحرك بتاع جاي ده النموذج بتاع سليه تحرك رائع، وانا اللي عجبني كمان في اللعبه دي سرعه في الاداء، سرعه في التفكير، سرعه في الحركه وتغيير طبعًا. الاماكن مش لازم تكون انت طبعًا. راس حربه زي زي اجاي سليا راح مكانه، هو موقف يا كابتن عادل موقف هو عامل ثلاث فرص تعمل تحرك بالشكل ده، هو عامل ثلاث فرص الشوط الاولاني بادجي عامل خلق ثلاث فرص ثلاث اهداف حقيقيه، يعني الكوره دي والكوره اللي قبلها في كورتين قبلها في كوره اعتقد لواحده القفشه. بص انا عايز ابص عايز اقف في الحته دي بالظبط، لا كمل عايزين نكمل، بس هو بيتصرف كويس نكمل كمان يعني انا عندي تعقيب على حته اللعيب المقصة اللي هو وقف قدام بادجي. والله كابتن دي لو هو حسب فاول، لو هو حسبها فاول يبقى ضربه جزاء بتاعت الاتحاد تتحسب بقى، هو حسبها اه، ما هو ما حسبش ما التانيه ما اتحسبتش، وبعدين الفار هو اللي رجعك في دي والفار هو اللي رجعك في دي. مظبوط هنفترض ان دي فاول صح. يبقى كره الاتحاد ضربه جزاء يعني ما ينفعش يبقى نفس الموقف مزبوط. بفار مزبوط. مش بحكم هو اللي بيعمله، ويبقى في اختلاف نفس نفس الموقف وبعدين الفار هو اللي رجعك في الاثنين صحيح، يعني صحيح. دي رجعك فيها الفار صح. والمباراه الاتحاد يعني لو الكره معانا تتجاب برده نفس الموضوع، وانا شايف دي يا كابتن عادل ان هو معطل بادجي وقف سكته بالظبط، دي وجهه نظري، هنشوف الكابتن نصر عامل كده يعني وعموما هنرجع لها مره ثانيه، ولكن هنروح للاجواء الاحتفاليه مره اخرى مع زميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ومعاه كابتن ياسر ابراهيم. ياسر الاول طمنا عليك. الحمد لله طبعا ببارك للعيبه كلها وللجهاز الفني وللجمهور على الدوري، بقول لهم الف مبروك ومش اخر دوري ان شاء الله، وعقبال البطولات الجايه باذن الله خلاص هنقفل صفحه في الدوري، نحتفل النهارده كلنا بس باذن الله الفتره الجايه نركز كلنا في افريقيا باذن الله. الاهلي كلها تعبانه عليك بعد اختبار الكورونا، لكن الحمد لله المسحه طلعت سلبيه وتست طلع سلبي وتتنفس الصعداء. طبعا الحمد لله ده جالي فيروس كورونا اللعين ده اللي بيجي الناس كلها، وطبعا ده حاجه بحمد ربنا بشكر ربنا عليها، ده ابتلاء من ربنا والمؤمن دايما مصاب، وحابب اشكر اخواتي واهلي كلهم واصحابي، وعرفت امتى عند الناس دي كلها عامله ازاي، والجمهور بطمنهم بقول لهم الحمد لله اللي انا بقيت كويس الحمد لله. افريقيا طبعا افريقيا طبعا، والكابتن حسين الحمد لله على السلامه طبعا، ويدخل معانا واحده واحده باذن الله. غير الاهلي مش شايفه غير افريقيا دلوقتي طبعا، واحنا كلاعيبه خلاص صفحه الدوري ديت خلاص، احنا حسمنا الدوري هيتقفل خلاص ونفكر في افريقيا ان شاء الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل ضيوفك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مبروك يا بيه. طيب بيه بيقول لك خدنا الدوري. حسين الشحات نجمه نجوم النادي الاهلي
مليون مبروك يا حسين. يمكن جماهير النادي الاهلي الفتره الاخيره بتقول عليك يعني بتقول عليك وعلى رجوعك تاني، وانت قلت لي انا افريقيا، انا عاوز افريقيا ومش شايف غير افريقيا. خدنا الدوري عاوزين افريقيا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، يعني الحمد لله الدوري، يعني احنا يعتبر كنا مطمنين شويه من بدري، بس الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا مركزين فيها، وان شاء الله نقدر ناخدها عشان نسعد جمهور الاهلي ان شاء الله اللي جاي بقى له فتره على النادي الاهلي. ان شاء الله نقدر ناخدها ان شاء الله. اليوم مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، معي مدرب النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان صعد مع فريق حرس الحدود كمدير فني، وبعد كده اشتغل في النادي الاهلي. مثال للالتزام والاخلاق والتعاون الكبير جدا. مليون مبروك فوزك وبطوله الدوري النهارده، بطوله غاليه وكالعاده النادي الاهلي هو ملك الدوري المصري. الحمد لله طبعا. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني واللعيبه. بطوله صعبه جدا، صعوبتها طبعا التحديات الكبيره اللي قابلناها، والناس شايفه كده يعني، سواء التحديات بقى من فرق منافسه او ناس عاوزه تتكلم في ثوابت ومبادئ النادي الاهلي. مجلس الاداره اتحمل كتير جدا، وناس كتير اتحملت كتير جدا، اللعيبه اتحملت برده كتير جدا وضغوط كبيره جدا، لكن ده بيثبت ان النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي مش هتغير، لان النادي الاهلي عنده ثوابت وعنده مبادئ وعنده اخلاقيات مش هتتاثر باي حاجه. فبطوله غاليه جدا لينا ولجمهور النادي الاهلي، لكن انا اتمنى ان جمهور النادي الاهلي دايما تبقى داعم لينا ودعم مجلس اداره ودعم للعيبه، لان هي شايفه الناس بتعامل ازاي مع النادي الاهلي، وشايفه الناس ازاي عاوزه تكسر في النادي الاهلي، مش عاوزه النادي الاهلي يبقى رقم واحد. النهارده الحمد لله بالبطوله دي انت من اكتر الانديه في العالم اللي بتحقق بطولات، فانت بتشجع نادي كبير جدا، محتاجينكم، محتاجين دعمكم. عندنا بطوله كبيره، بحبك قوي في النادي. عندنا بطوله كبيره جدا اهم، ان شاء الله نركز فيها، ان شاء الله نحققها. اللعيبه دي عندها دوافع كبيره، واحنا ان شاء الله وعندنا دوافع اكبر ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله كبيره النادي الاهلي بطوله افريقيا ان شاء الله. النهارده اللعيبه بتقول مؤمن زكريا ملهم لعيب النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني نفسها تعمل حاجه المؤمن، ووقفتوا جنبه وسندتوه نفسيا ومعنويا وكل حاجه، هو ده النادي الاهلي. اولا زي ما انت قلت ده النادي الاهلي، وده حقه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيأثر مع اي حد تعب باي نقطه عرق، يعني اللي هو يقف جنبه، ودي عاده من عادات النادي الاهلي، مش مع مؤمن بس، لكن هي بطوله غاليه مهمه جدا ان احنا نتهاله. هو لعيب من اللعيبه المؤثره جدا، اللعيب من اللعيبه المحبوبه من كل الفرق الدوري الممتاز مش احنا بس، فاعتقد ان دي يعني اقل هديه ليه. ان شاء الله يرجع اقوى من الاول ويرجع احسن من الاول، وزي ما نقول احنا دايما محتاجينه وجمهور النادي الاهلي محتاجينه، زي ما فرحنا في اوقات كتيره ان شاء الله يفرحنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، ولقاءات حصريه من داخل غرف ملابس النادي الاهلي. حاوي النادي الاهلي وليد سليمان، احنا على هوا النص بس اللي فوق، معلش. مبارك لجماهير الاهلي، معلش. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وده طبيعي يعني ان النادي الاهلي حقق الدوري، يعني ده حاجه طبيعيه. احنا ان شاء الله بس نشتغل على افريقيا، وان شاء الله ربنا كريم يكرمنا بافريقيا ان شاء الله. كله مؤمن الاهداء درع دوري المؤمن. طبعا مؤمن يستاهل كل خير، ويستاهل حاجات كتير جدا، واحنا ان شاء الله في انتظاره، وان شاء الله ربنا يرجع. اجواء جميله فعلا، وحسسونا بان احنا رجعنا ورا يمكن 20 ولا 25 سنه ايام ما كان واحد لعيب، وهنعيش معاكم نفس الاجواء ديت باذن الله، ولكن بعد الفاصل. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وهنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه واجواء الفرحه. كابتن احمد سليمان هو محلل اداء النادي الاهلي. كل المباريات قبل ما بنلعبها طبعا بيبقى في اعداد للفايلر بيتفرج عليها، نقط الضعف ونقط القوه، كل حاجه بتبقى جاهزه فايلر قبل اي مباراه. طبعا لازم كل حاجه تبقى جاهزه للمدير الفني من قبل ما يطلبها، لازم تكون كل حاجه جاهزه. مش عايز اقول لك ان المباراه دي واللي بعدها كله جاهز ان شاء الله، والحمد لله ببارك لجماهير النادي الاهلي، الحمد لله الفوز ببطوله 42، ودلوقتي الحمد لله هنبدا نستعد بقى لافريقيا باذن الله من دلوقتي. افريقيا اهم حاجه طبعا ان شاء الله. على افريقيا ان شاء الله. طبعا شباب افريقيا ومتابعين كل حاجه في الوداد والرجاء والزمالك، الفرق المحتمله اللي احنا نقابلهم ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، متشكر قوي. مستمرين معاك كابتن ايمن. مؤمن زكريا في القلب، مؤمن زكريا يعني الاخلاص الوفاء، مؤمن يستحق اكتر من كده كمان، وانتوا في ظهره ومساندينه وما سبتوش مؤمن لحظه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احب طبعا اشكر مؤمن زكريا طبعا،
على طبعا الفتره اللي فاتت ديت يعني ان هو قدر يستحمل وان شاء الله العلاج يجيب نتيجه باذن الله وكل اللعيبه دي في ظهره، لان يمكن مؤمن زكريا ده يمكن اخويا وكابتني، لان يعني وانا صغير معاه في انبي وكنت وانا ناشئين في النادي الاهلي كان هو اكبر مني، هو كان معايا دايما، وان هو من ساعه ما جيت النادي الاهلي ومن قبلها دايما بيكلمني يعني، فدي اقل حاجه ممكن نقدمها له، وان شاء الله افريقيا تكون لي باذن الله والجمهور العظيم اللي في ظهرنا. قلت الدوري بطوله غاليه ما شاء الله، لسه جاي ما بقى كملتش كام شهر وبطولة على طول، والدوري حدث ولا حرج، النادي الاهلي يعني البطولات، النادي الاهلي يعني الانجازات. طبعا يمكن بحمد ربنا وبشكره طبعا على ان انا ما كملتش يمكن 200 دقيقه ولا 300 دقيقه ولا حاجه في النادي الاهلي، وبقالي 6 شهور وخدت دوري واول دوري في تاريخي، و اول دوري في تاريخك؟ اول دوري في تاريخي خالص بعد كل ده، ودوري في تاريخك؟ اول دوري في تاريخي، يمكن دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفرحان ومبسوط، وان شاء الله باذن الله طبعا مش اول بطوله، لان في بطولات ثانيه كتير باذن الله ان شاء الله اقدر احققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه ليهم باذن الله. بطوله افريقيا كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى بطوله افريقيا. والله يمكن كل اللعيبه والجهاز الفني كلنا بنحلم ان احنا ناخد بطوله افريقيا، وباذن الله الحلم ده يتحقق باذن الله، عشان الجمهور اللي في ظهرنا ودايما بيدعمنا، فان شاء الله اقل حاجه نجيب لهم افريقيا السنه دي باذن الله. لقيت طبطبه ولا لسه؟ اغنيه ايام بهجت قمر كسرت الدنيا وكهربا وكهربت العالم كله. ما ضحكتك فيها كهربا. حبيبي ربنا يكرمك. يوم مبروك. الله يبارك فيك. كابتن ايمن مستمرين معاك وفي لقاءات خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. محمد هاني مدافع النادي الاهلي مدافع منتخب مصر، مليون مبروك، احنا على الهواء، مليون مبروك فوزكم النهارده بطوله الدوري. محمد هاني النهارده بيعمل مباراه ولا اروع ولا اجمل، ما شاء الله عليك بجد، كل يوم ما شاء الله المستوى في تزايد كبير جدا. حبيبي طبعا يعني الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله مهمه جدا يعني، لسه كنت بتكلم بطوله الدوري دي يعني حاجه اساسيه، الحمد لله الحمد لله احنا تعودنا ان الدوري اهلاوي، يعني البطولة خلصناها بفرق كبير جدا الحمد لله، من أول يوم احنا لعبنا البطولة دي، واحنا تعاهدنا وقلنا للناس وقلنا لنفسنا ان احنا هناخد البطولة دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناها، خلصنا الدوري وخدناه، دلوقتي كل تركيزنا بطولة افريقيا ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي بتطالب لاعبي النادي الاهلي صراحة بطولة افريقيا، انجاز الافريقي، البطولة رقم 9 حلم النادي الاهلي دلوقتي ولاعبي النادي الاهلي. انا يعني كل واحد في الأوضة هنا نفسه ياخد بطولة افريقيا، وكله بيشتغل على ده وكله بيتعب وبيعمل اللي عليه عشان ياخد بطولة افريقيا، فاحنا بنوعدكم كل واحد في الاوضه دي بيوعد الجمهور ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اقصى ما في وسعنا عشان ناخد بطولة افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخدها يا رب باذن الله وباذن حبيبي بطولة افريقيا. حبيبي شكرا. ده كان لقاءنا مع محمد هاني طبعا نجم نجوم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر. مستمرين معاكم العربي بدر، مليون مبروك يا عربي. العربي بدري من لاعبي النادي الاهلي الكبار اللي جماهير النادي الاهلي بتقول العربي بدري لعيب كبير وهينتظر مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي، مليون مبروك بطوله الدوري، تشارك مع النادي الاهلي تمرينتين ثلاثه لنفسك واخد بطوله على طول. الله يبارك فيك في الاول، وطبعا بنهدي الدوري ده لمؤمن زكريا وللاداره واللعيبه كلهم رجاله، وطبعا بنهدي الدوري للجمهور، وان شاء الله بنركز في افريقيا وان شاء الله ناخدها. هو زي ما انت بتقول ان انا بتمرن مع الاهلي بس ده بيبقى بطوله بالنسبه لي، والحمد لله دي ثاني بطوله ليا، وان شاء الله اهل من مزيد باذن الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. مستمرين معاك كابتن ايمن، دكتور التغذيه دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن يعني عنصر في الجهاز مؤثر، وبتوزن الاكل على الميزان وكل واحد اكله يعني بالميزان زي ما بيقولوا بالشعره. ما شاء الله على المجهود اللي بتعمله مع الفريق. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيواكب كل التطور اللي بيحصل في العالم، والاهلي بيعمل الكلام ده دلوقتي. الاول مبروك، الف 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 مبروك. يمكن انا بالنسبه لي بقول لك ده اول بطوله لي اول دوري في النادي الاهلي. يمكن الشباب ما شاء الله بقى هنا الموضوع بالنسبه لهم تقليدي جدا، الله اكبر عليهم البطولات. احنا يا رب مكملين، الناس كلها مركزه على موضوع ماتش افريقيا ان شاء الله، ده اهم حاجه عندنا الفتره الجايه. خلصنا مرحله الدوري خلاص، اللي جاي اهم حاجه عندنا التزام لعبتنا في البرامج بتاعتنا في التغذيه، الشباب اللي بتتاهل، الكلام ده كله. مش عايز اقول لك خلص النهارده تماما، بكره كل شغلنا جديد ان شاء الله. احنا مركزين قوي 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 فوق المنافسه، تخيل بنطمن الناس عندنا، احنا المنظومه مستمره، انت زي ما قلت احنا هدفنا ان احنا نوصل بلعبتنا اعلى مستوى ان شاء الله. احنا بنكمش مستوى، هيبقى على لعب محلي احلى مستوى ان شاء الله، لعيبه محترفه، احنا هننافس ان شاء الله في اعلى اصعده زي ما انت شايف.
الشباب فرحانه. عرفت خبر حلو ان لعيبه النادي الاهلي جابت ميزان في البيت، الكلام ده صح فعلا؟ لا ده من زمان، ده من زمان احنا كمان ميزان في البيت يوزنوا الاكل كمان. انت كل لعيب يا شريف ليه البروجرام بتاعه اللي عنده اللي هو بينفذه، حتى لو مش في الفريق معايا، لو بره المعسكر، لو بره تمرين، في اكل بيتعمل له في البيت بيتبعت له هو، اذا كان بيعمله من بره او بيتعمله بتنفذ له بالجرامات زي ما انت قلت. في موازين في اللعيبه النهارده كلها في مطابخها بطريقه ازاي تعمل الاكل بالمطلوب لجسمك ايه، عشان هو فاهم ايه اللي بيتم معاه ان شاء الله في منظومته مع النادي الاهلي. مليون مبروك. مليون مبروك. فرحه حلوه مفيش شك، ولكن نفرح شويه ونتكلم عن احداث الماتش شويه. كابتن علاء مريوش كلها فرحه. نتكلم عن التغييرات. تغييرات في النادي الاهلي، محمود كهربا بدلا من جيرالدو في الدقيقه 46، وليد سليمان بدلا من محمد مجدي قفشه في الدقيقه 55، اليو ديانج بدلا من حمدي فتحي في الدقيقه 55، احمد الشيخ بدلا من اجاي في الدقيقه 68، مروان محسن بدلا من اليو بجي في الدقيقه 68. هو الناس لسه الماتش خلاص يا جماعه، معلش احنا شويه كده وشويه كده، ما خليك كده احسن. لا ما هو كده هنرجع لها تاني. بص التغييرات كلها عارف مركز من مركز، لكن انت بتعمل تغيير عشان تشوف بيبقى في فرق في الملعب، لكن ما اعرفش انا كل التغييرات دي كلها ما فيش فرق حصل في ادائنا، خصوصا ادائنا الهجومي. يعني ما فيش طفره هجوميه حصلت، زي ما بقول لك انت بتلعب من الدقيقه 60 زياده لاعب، المفروض كنت تبقى في تفوق في كل انحاء الملعب. كره القدم ايمن اللعيب الزياده هو اللي بيعمل الفرق، فتخيل انت تلعب لعيب زياده من الدقيقه 60 وما كانش في فرق واضح. لكن على فكره الاحداث دي كلها بتاعت النهارده وضحت بعد المباراه. ايوه اللعيبه كانت في حاله احتفاليه. صح. خلاص يعني كل الكلام احنا قلناه وكل الحاجات النقاط اللي اتكلمنا فيها واللي مش عجبانا في المباراه، على فكره دي حقيقه، وضحت من الاحتفالات اللي واضحه في غرفه الملابس ان اللعيبه خلاص النهارده يوم احتفالي. فهتقول لي مدير فني حاول يرجعهم تاني تركيز، الموضوع منتهي تماما. لعيب الكوره لو خرج من التركيز ونزل الملعب وهو مش مدي المباراه اهميتها قوي، لو بقى مخصص النهارده تلعب مش ناقصه لعيب، لو ناقصه ثلاث لعيبه هو نفس الاداء، لان انت تركيزك خلاص مبقاش في الماتش، انت تحس ان عبء، ومش عبء تقيل ولا حاجه، هو عبء بس عايز تخلص منه. ايوه عارف النهارده يعني حاله لعيبه الاهلي بعد المباراه النهارده، مش عارف كان عادل او هاني اللي قال الكلمه دي، في تحس ان هو حمل عليهم. ايوه عايز يخلصوا منه، يعني يقول لك ايه يا اخي عايز افرح، انا عايز اخلص. انت فاهم اللي هو انا عايز اخلص، الموضوع قريب قوي، انا عايز اخلص. أيوة فهو النهارده خلص وخلص على الماتش وخلص علينا، لان احنا ما فيش كلام نقدر نتكلم فيه في الماتش. لا هي اجواء الفرح حلوه طبعا، خلينا في الفرح بقى. بالظبط فرحنا. بمناسبه الفرحه كابتن عادل، في نقطه ايجابيه من ايجابيات النادي الاهلي لحد دلوقتي، ان الاجوال بتاعه النادي الاهلي موزعه على عدد كبير جدا من لاعبي الفريق، ودي حاجه كويسه جدا، يعني دي حاجه تحسب لمستر فايلر وتحسب للعيبه طبعا. طبعا لو بصينا على هدافين النادي الاهلي هنلاقي هداف النادي الاهلي وليد سليمان جايب 8 اهداف كويس، واقل مشاركه واقل مشاركات فعلا مظبوط. بتضايق فعلا. جونيور اجاي جايب 5 اهداف، مروان محسن جايب 5 اهداف، قفشه 5 اهداف، ففي محمد مجدي قفشه 5 اهداف كويس. هم 4 لعيبه جايبين ادي كده 15 8 23، وبقيه الاهداف اللي هي تخش في تقريبا حاجه 40 اللي متوزعه على اللعيبه، على بقيه اللعيبه. دي حاجه كويس طبعا، دي حاجه من الحاجات الايجابيه ان عندك كل لعيبه بتسجل، يعني اعتقد كل اللعيبه اللي شاركت سجلت بنسبه كبيره. معلش الشناوي صنع. فكل اللعيبه يعني لما تيجي تعمل احصائيه ان كل اللعيبه اللي لعبت اللي شاركت سجلت، ودي حاجه برده من الحاجات الجيده. وخلينا منطقيين، السنه فيها الموسم ده فيه ايجابيات كتير جدا صح، بس احنا في حاجات المتغيرات الطبيعيه، الحاجات اللي يعني حاجه خارجه عن اراده الجميع هي اللي غيرت شويه في الـ في الـ في, الـ في السيزون، ولكن كان في ايجابيات كتير جدا، ايجابيات كتير جدا. اعتقد برضو السنه دي من المواسم القليله اللي اتعمل فيها سكور عالي في الماتشات، في ماتشات كتير عام فيها 4 اعتقد و5، يعني في كذا مباراه عام فيها سكور عالي، ودي برضو من الحاجات الجيده.
اللي هي قبل الكورونا. قبل الكورونا خد بالك الاهلي قبل الاهلي انا شايف ان الاهلي اكتر فرقه اتضرت في الدوري وفي افريقيا. برافو عليك. بسبب الكورونا ان انت عطلتك شويه والفرق الثانيه بدات من الصفر. كل الفرق الاربعه بداوا من الصفر وبداوا من الصفر في ظروف اول مره في ظروف تبقى متشابهه للعالم كله. مظبوط. العالم كله عنده ظروف نفس الظروف. قبل كده كان ممكن تلاقي لعيبه الاهلي مثلا الدوري بدا متاخر ومثلا في الجزائر والمغرب وتونس الدوري بدا بدري شويه او العكس. ممكن تلاقي فرقه بتلعب ماتشات دوري قبل بطوله افريقيا مضغوط وفي فرق بتاخد وقت راحه اكتر. المره دي لا الامور مختلفه شويه. الامور انا شايف ان هي كانت يعني اكتر فرقه اتاثرت هو النادي الاهلي. الحالات الايجابيه حالات كتير جدا. لو جيت مسكت خط او لعيب هتلاقي ان شناوي مستوى ما شاء الله هايل جدا. شناوي برده من يعني من مكاسب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي والمستوى القيادي كمان جوه الملعب. انت دلوقتي كمان الشناوي بعد ما راحت له شارطه القياده بقت الامور مختلفه شويه بالنسبه له. هو كان بيعمل ادوار قبل كده ولكن الدور بالنسبه له بقى مختلف وهو لايق عليه. ده هو لايق عليه شارطه الكابتن ولايق عليه ان هو قائد جوه الملعب بيتكلم كتير. النهارده حتى في فرص هو الحاجات اللي انقذها او الحاجات اللي طلعت بره بتلاقيه بيروح بيوجه بشكل كويس. ودي برده نقطه خد بالك صعبه ان انت لما تبقى بتعمل حاجه كويسه وتيجي توجه بعدها ممكن يكون انت منفعل شويه ممكن توجه بطريقه تضايق زميلك. لكن الشناوي لا التوجيهات وكمان توجيهات جيده في مصلحه المكان. من الناس القلائل اللي تحس ان هو حابب في يعني هو بيحب المكان قوي وحتى تصريحاته فيها حب للمكان وفيها وفاء للمكان اللي موجود فيه للنادي. ودي برضو حاجه احنا بقت قليله دلوقتي قوي وبقت واضح في كل يعني بقت واضحه جدا للجميع. فانا عامه من الناس مش بحب ادي الامور اكبر من حجمها ولكن في حاجات بتبقى باينه في شواهد بتبقى باينه. الشناوي لا الشناوي شكله من يعني معدنه اصيل. الشناوي جول خرج من النادي وادى بشكل كويس راح كذا مكان بتروجيت والجيش ورجع النادي تاني ادى بشكل كويس فحاسس باللي هو فيه وكمان صبر. يعني الشناوي لما جه النادي الاهلي ما كانش رقم واحد. صح. يعني الشناوي في رجعته الاولانيه الثانيه قبل ما يروح يلعب كاس العالم ما كانش هو رقم واحد في النادي الاهلي. صح. ولا كان رقم واحد في المنتخب. صح. كان الامور تدرجت معاه بشكل يعني هو اجتهد فربنا اداله على قد اجتهاده. ودي حاجه من الحاجات الايجابيه لما تيجي تتكلم على مواقف كتير جدا. انت في متغيرات كتير جدا في الاصابات في لعيبه خرجت من عندك. سعد اصابته كانت طويله ان شاء الله يرجع. في حاجات كتير جدا ما حدش واخد باله منها. انت جبت صفقات ما عرفتش استغلها لغايه دلوقتي او الظروف ما ساعدكش فيها. صح. زي محمد محمود صفقه من الصفقات الرائعه دي برده من الحاجات اللي احنا اللي لسه كمان انت كمان عندك سكواد كويس ولسه ما استخدمتوش كل يعني مش كل السكواد استخدم. مظبوط. يعني برضو انت الظروف مش مساعدك قوي. يعني انت كهربا برضو الايقاف بتاعه عطله شويه. حسين الشحات اصابات عطلته شويه. متولي اتعطل شويه. محمد محمود حمدي فتحي كمان انت ما استخدمتوش احسن استغلال. صح. انا بقول ان السكواد اللي موجود في الاهلي هو احسن ده احسن فريق موجود. محمود وحيد ومحمود وحيد كمان لسه ده احسن فريق بعد الفريق بتاع 2005. يعني بعد بدايه تكوين فريق 2005 انا شايف ان الفريق ده بالنسبه لي انا شايف ان هو فيه عناصر كتير جيده فيه عناصر كتير متكامله. انت دلوقتي في نص الملعب عندك اربعه في نص الملعب بيلعبوا لو عايز تغير اي اتنين هتلعبهم هيلعبوا. تتكلم في ديانج والسولية وحمدي فتحي الثلاثه دول ومعاهم كمان لما يدخل كمان محمد محمود اعتقد اي اتنين هتبقى عايز تلعبهم هيبقى عندك اختيارات كتير. جت في وقت من الاوقات يعني بطوله الترجي اللي فاتت البطوله اللي احنا خسرناها في الترجي اللي هي اللي كانت مع كارتيرون كان عندك عجز في اماكن كتير لكن المره دي لا. حتى البدايه كان فايلر كان شايف ان هو كان موفق جدا بالتشكيله اللي كانت موجوده معاه في اول السنه. تشكيله فايلر لما تشوف الناس اللي بتلعب في الملعب ال11 ولما تشوف الناس اللي التغييرات اللي بتنزل ولما تشوف كمان الناس اللي بره القايمه لا فرقه تقيله لما موجود كلنا الفرقه كلها كانت كامله. لا فرقه تقيله. هو كان خد بالك برضو المدرب في جزء من عنده توفيق اللي هو الحظ. يعني الحظ ده برضو توفيق كبير جدا من عند ربنا. طبعا. وانا شايف ان فايلر كان محظوظ ان هو جه في وقت اخذ المجموعه دي. يعني قبل كده كان لاسارتي وقبل كده كان كارتيرون برضو كان عندهم مشاكل. يعني كارتيرون صعد لافريقيا وكان عنده جزء كبير جدا من اللعيبه كانت مصابه ما كانش عنده لعيب سليم او لعيب متكامل الوحيد اللي واقف على رجليه بشكل كويس هو كان وليد سليمان اللي عنده خبرات.
كان عنده كم اصابات كتير جدا. بعدها لاسارتي برضو نفس الشيء، ما كانش كان بيبدا، كان في بدايه بناء فريق جديد. فايلر كان موفق ان الفريق ده جاله، ان خد بالك برضو انا ممكن اكون احنا الاثنين عندنا نفس الامكانيات الفنيه او البشريه يعني كمدربين، وانا محظوظ ان يبقى معايا سكواد احسن من اللي كان موجود معاك قبل كده. فبالتالي ده بيخدم. سنه شايف ان يعني السنه لسه ما خلصتش، يعني السنه كجزء في الدوري اتأدى بشكل كويس جدا. اتمنى ان احنا نختمه كويس بافريقيا، ان احنا نحضر كويس لافريقيا، ان السيزون ينتهي بشكل كويس، ولسه كمان عندك بطوله كاس مصر. فاعتقد يعني ممكن الموسم بالشكل احنا في ناس مش مبسوطه، يعني في ناس كتير مش مبسوطه من الاداء، بس في مباراتين ممكن يغيروا لك شكل السيزون بشكل كامل. انت خدت بطوله الدوري ولكن والناس يعني قلقانه شويه من اللي جاي، ولكن مباراتين ممكن يخلوا لك السيزون ده انت في احسن حته في صحيح. في, 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 في الوقت ده يعني صحيح. وبرده خلي بالك في ايجابيات للنادي الاهلي بعد الكورونا بالارقام، برده هنرجع لها، ولكن برضو احنا بقالنا كتير بنتكلم على الماتش. ودي هناك بقى، روح هناك شويه، نفرح مع زميلنا كريم احمد ملعب المباراه. صح كده. مبروك طبعا لكل نجوم النادي الاهلي، حاجه رائعه ومميزه جدا. عمرو محسب واحد من الاداريين المميزين جدا وليه دور كبير، زي ما ليه كابتن ماهر ليه دور وكابتن رأفت وكابتن وائل. مبروك يا عمرو. طبعا عايز اخد منك كلمه لكل اللعيبه على ادائهم المميز ده وعلى البطوله، وحابب تقول لهم يا عمرو؟ حابب اقول لهم الف الف مبروك. اللعيبه دي رجاله، والنادي الاهلي طبعا نادي انجازات وبطولات، وان شاء الله اللي جاي احسن، وربنا وفقنا ان شاء الله وناخد بطوله افريقيا ونفرح الناس كلها والاولويه كلها. يمكن الاحساس بدرع الدوري ده ان هو تسمى بدرع مؤمن زكريا، ودي لفته رائعه وطيبه جدا. انا شايف اللعيبه سعيده ساعتين، سعيده بطوله الدوري ومن الدرع ده المؤمن زكريا. طبعا مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب كده، ربنا يشفيه، واحنا بنهدي له الدوري دوت، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع احسن من الاول واحسن كمان ان شاء الله. مارو الجميل نجم نجوم النادي الاهلي، مبروك يا مارو. يعني اقدر اقول لك موسم صعب قدرنا نحسم قبل الموسم ما ينتهي، ده يحصل للعيبه، يحصل للجهاز، يحصل لمجلس الاداره. مبروك، ببارك لك وببارك للعيبه وببارك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، ببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا اول حاجه، واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره. والحمد لله الدوري كان يعني الحمد لله قدرنا نخلصه بدري الحمد لله، اللعيبه كلها كانت رجاله من اول الموسم الحمد لله. وبنهي طبعا الدوري ده المؤمن طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله كده، يبقى في وسطنا تاني. والحمد لله يعني احنا ان شاء الله مركزين فيها في اللي جاي ان شاء الله، الماتشات اللي جايه تكون ان شاء الله تجهيز لينا ان شاء الله لافريقيا، البطوله الافريقيه الهدف اللي جاي بالنسبه لكم. انا عارف ان عندكم الدافع وعندكم الرغبه وعندكم كل شيء، ويمكن زي ما بقول طبعا هي دي روح النادي الاهلي، بنقفل صفحه بنشوف اللي بعديها، لكن البطوله الافريقيه مهمه جدا. طبعا الحمد لله احنا الهدف ان احنا كنا نخلص الدوري بدري، عشان احنا السنه دي اللعيبه كلها في تعهد يعني احنا ان شاء الله لازم نجيب افريقيا باذن الله ان شاء الله. واللعبة كلها مركزة على كده في التمرين ان شاء الله، وعلى طول بنقعد مع بعض نتكلم، وانا شايف الروح كلها كويسة الفترة اللي فاتت دي كلها ان شاء الله، وباذن الله يعني ان شاء الله يبقى السنة دي نجيب افريقيا ان شاء الله في الجزيرة يعني باذن الله ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مبروك لكل نجوم النادي الاهلي، مجلس الادارة، اللاعبين، جمهور النادي الاهلي. الحقيقة الفرحة حلوة، يعني اللي احنا شفناه في اوضه اللبس النهارده مع اللعيبه يدل يمكن على شخصيه اللعيبه، اللعيبه عارفه قيمه بطوله الدوري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو ده لعيبه النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله القادم افضل لكل الجمهور وكل النادي الاهلي. البطوله الافريقيه هو الهدف القادم ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي، مجلس الاداره، جمهور النادي الاهلي. عوده للاستوديو مره ثانيه باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، برضو بعد الكورونا برغم ان احنا بنتكلم وبنقول يعني ان الاهلي قبل الكورونا شيء وبعد الكورونا شيء اخر، ولكن بالارقام برضو الأهلي بعد الكورونا هو مازال الأول. يعني لو بصينا على المنافس هنلاقي أن مثلا النادي الأهلي بعد الكورونا عمل 3 تعادل 1 هزيمة، يعني أنت بتتكلم على أدي 6 و3 9 نقط. المنافس اللي هو في المركز الثاني نادي الزمالك خسر 12 نقطة، فمازال برضو في إيجابيات لنادي الأهلي بعد الكورونا. طبعا أكيد كل كل العالم بعد الكورونا، كل الدوريات في العالم بعد الكورونا، وكل الفرق الكبيره بعد الكورونا كان بتأدي للمكسب بس. خلي بالك ريال مدريد خد الدوري الاسباني وهو بيلعب مباريات كلها مكسب، بنالتي او 1-0 او بيبقى اداؤه مش مميز قوي. كان المركز الثاني يا كابتن عادل كمان. كان المركز الثاني ريال مدريد قبل الكورونا كان المركز الثاني. يعني انت بتتكلم على الاداء حتى في الدوري الالماني لما اتحسن برضو الاداء ما كانش مميز، حتى بطوله اوروبا
اللي عمرك شفت برشلونه بتخسر 8 برضو، ده كان بعد الكورونا. أي. عشان كده بقول لك انه النادي الاهلي ايجابياته الكبيره انه عدى المحنه دي وهو برضو واقف على رجله زي ما هو، ويمكن افضل النادي الاهلي كان افضل وافضل من الثاني اللي هو نادي الزمالك، كان افضل منه بثلاثة بونت لو عملت الاحصائيات. مظبوط. الحاجه الثانيه المهمه الاداء بتاعك، كمان ادائك انت، ادائك كان فيه اصابات كتير لانك انت كان براجع مش النادي الاهلي بس. صح. كل الفرق بترجع تلعب مباريات مضغوطه وانت عامل اعداد قليل، ولكن في الاخر انت الفرقه اللي كان عندها اكتر لعيبه ممكنه او احسن لعيبه او لا او عدد من اللعيبه كويسين قوي زي النادي الاهلي هو اللي مشي بالطريقه دي. في فرق تانية زي المقصه اخر 5 مباريات مثلا، المقصه كسبان أربعة واخد 13 بونت، ودي من الفرق اللي هي امكانيات لعبتها جيده. يمكن لو انت كلمتني على الفرق اللي هي في مصر مثلا عندهم امكانيات لعيبه عاليه زي الاهلي والزمالك اقول لك مصر المقصه. بس انا هسالك سؤال في النقطه ديت، هسالك سؤال في النقطه دي. اتفضل. هم نفس اللعيبه صح؟ اه. يعني إيه لما كانوا قبل الاخير كانوا نفس اللعيبه؟ لا طبعا. اكيد فرق معاهم ايهاب جلال؟ اكيد، ما هو قال المدرب طبعا. طيب. وايهاب جلال عنده فكر عالي جدا. الحاجه الثانيه المهمه الادوات بتاعته كويسه. طيب. ما انت ممكن تكون لا مدرب عندك فكر كويس لكن ادواتك مش جيده. احنا لازم نبعد عن فكره ان المدرب هو اللي بيعمل كل حاجه. انت مدرب اهم عنصر هو اللاعب. ايه مين المدرب بيعمل كل حاجه؟ لا ما قلناش كده، لا ما قلناش كده، لا بس هو لازم يكون الاثنين يعني في توازن، في عندك كده. لا ده اللي بيقول كده مش لاعب كره قدم خالص. اقول لك حاجه انت بتشوف مدربين كتير قوي، او بتشوف في الدوري مثلا مدرب بيروح النهارده يمشي من نادي ويروح نادي تاني يوم يكسب، يجي يقول لك يا سلام شوف المدرب عمل. لا طبعا لا يا عادل انت فاهمني. هنتكلم على يعني كل واحد له وجهه نظر، هنتكلم على كلامنا احنا، شغلنا احنا عايشين في المجال نفسه. لكن طبعا الكلام بتقول المدرب في يوم والليله، لا طبعا خالص. يعني المدرب يعني سيبه ولا اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه كمان، سيبه لحد ما يبدا مع الفرقه. لكن هو عادل قال كلمه على ايهاب، في بقى مدرب في الجزئيات البسيطه كيميا مع كيميا مع لعيبته هو عارفها، فما بيرجع تاني مع نادي بالظبط، ما عندوش صعوبه ان هو على طول يبدا يشتغل معاهم. زي كابتن العشر كابتن علاء، زي طارق العشري بالظبط. لكن هو بص، طارق العشري واضح ان طارق العشري حرس الحدود، انت فاهم؟ ده الاسم الرباعي، ما يطلعش بره حرس الحدود. عارف ان طارق العشري درب 3 فرق السنه دي؟ ماشي. يعني الحرس مصري حرس، انت فاهم؟ يعني وهي يعني هو لازم يعني طارق يخليه الحرس، فكره مش عيب، لكن هو واضح ان الكيمياء بتاعته معاه مع الحرس، بغض النظر على الاجيال. وطبعا الجيل اللي خد بيه البطولات مش هيبقى موجود تاني، لكن هو بدا يعمل طريقه لعب ماشيه مع الحرس، هو خلاص ده بقى طريقه لعبه مش قادر يغيرها. بس خلي بالك يا كابتن علاء، ماشي انا هتكلم في حته الكيمياء طبعا اللي بس فضل. المدير الفني ما يقدرش يعمل حاجه من غير اللعيبه. ما انا بقول لك عشان كده بقول عادل، الناس بتقول لك المدير الفني، لا طبعا هي طبعًا. اسمها لعبه جماعيه بس. هي لعبه جماعيه، مدير فني مع لعيبه مع اداره. هو اسمها حاجه جماعيه، منظومه. يعني لو مدير فني هايل والادوات اللي معاه مش كويسه هيعمل بيها ايه؟ ولا حاجه. العكس، خد بالك العكس، بس ممكن اللعيبه تسند. لكن النادي الاهلي دايما لما بينجح، النادي الاهلي طول عمره عنده احسن نجوم في مصر كلها، صح؟ دايما بيجيب مدير فني شخصيته قويه جدا. ما ينفعش تجيب مدير فني مش قوي، مدير فني مش قوي انت هتتعب. ممكن تجيب مدير فني مؤقت، لكن مدير فني جوزيه نجاحاته الجباره دي كلها، ما انا من غير ما تقول لي جوزيه نجاحاته الجباره دي كلها ليه؟ كان معاه مجموعه لعيبه كان عادي بيتكلم عليهم دلوقتي، اصل اشتغلت معاه فتره كبيره جدا. انت بتتكلم على كل لعيب لوحده نجم، يعني كل لعيب لوحده فريق. صح. تخيل المدير الفني مع جهاز معاون، مع طبعا اداره استقرار 100% بيتحكم في اللعيبه دي، وهاني كان موجود كان بالظبط. اللعيب ده لسه عايز يثبت نفسه يا ايمن. صح. فلو مدير فني مع فريق كبير مجموعه لعيبه نجوم كبار قوي شخصيته ضعيفه، انتهى الموضوع تماما، مش هتلاقي اداء. النادي الاهلي، النادي الاهلي لما الفتره اللي عادل اتكلم فيها وقال لك الفتره اللي نزل النادي الاهلي شويه، ودي كانت فتره بعد ماتش الترجي لو فاكر. اه. بعديها ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي في الشتويه جبنا لعيبه كتير. ما هي عادل احلال بدأنا نحط ايدينا على اللاعب اللي يناسب النادي الاهلي. بص يا عادل، النادي الاهلي دايما كان بيخسر بطوله او حاجه في حته احلال وتبديل.
تلاقي جيل خد بطولات كتير جدا فجاه. وعلى فكره دي حاجه طبيعيه في العالم كله، لا مش في مش مش في, مش في مصر بس، في العالم كله كده بتلاقي جيل بطولات بتحصل دروب كده سنه او سنتين، لكن انديه كبيره زي النادي الاهلي يروح بسرعه يبدا يجيب جيل، يبدا ياخد بطولات كتير جدا ويبدا من جيل لجيل بس. هو الاحلال يا كابتن. كنت عايز اتكلم. اتفضل اتفضل. اتفرجنا يعني لو حللت فرقه الحرس الفتره اللي فاتت مع محمد حليم عمل كوره كويسه جامده جدا، كوره كويسه قوي كمان، ما كانوش موفقين بس النتائج مش مصالحهم للاسف. وانا بقول لحضرتك بعيد عن ان انا متعاطف مع محمد حليم جدا، وأنا عايز اقول لك وانا كابتن مدرب وانا مع 3 4 مدرب عادل مصر كسبت مدرب تاني لا جديد. والله هاي بصراحه والله بجد مصر كسبت مدرب تاني شاب صح جديد موجود في الساحه. وانا بقول لك محمد حليم عمل ماتشات جامده جدا مع حرس، كان بيلعبوا كوره وادوا شكل كويس جدا. عادل اخرهم ماتش الاهلي عامل مباراه مع النادي الاهلي. لا هو عامل ماتشات كتير كويسه جدا، بس الماتشات للاسف اللي خسر الماتشات اخر دقيقه دايما بتحسب يا ايمن موفق خالص. دايما بتحسب المدير الفني وخصوصا يكون ماسك فرقه ما فيهاش نجوم كتير مع الفرقه الكبيره. لا هو عامل مباراه مع النادي الاهلي محترمه جدا جدا جدا، وطريقه لعب كانت مختلفه، وطريقه لعب ضايقت لعيبه النادي الاهلي في المباراه. ولا انا من الناس المعجبه على فكره بحليم، انا متفق مع عادل طبعا يعني. فالتوفيق عنصر مهم جدا. مظبوط. فرقه المقصه يعني طبعا في تغيير كلي وجزء وجذري في النتائج، بس اتفرج على فرقه المقصه في ماتشات الدور الاول في حوالي بتاع 18 نقطه فرقه المقصه ما كانوش موفقين فيهم. لو جبت احصائيات لفرقه المقصه بعيد عن انا كنت موجود في الجهاز ده، بس انا بقول لك فرقه المقصه ما كانتش موفقه. في توفيق جه بعد ما كابتن ايهاب جه المسك المقصه، غيرت حوالي 4 ماتشات بعد ما ميدو مشي من القياده الفنيه، وانا كنت مع ميدو برضه نفس الموضوع، ما كانش فيه توفيق. بعد اللي وقفت الكورونا ورجعوا تاني الامور دي شويه ساعدت. فبالتوفيق المدرب عادل في نسبه كبيره قوي من نجاحاته بيبقى موفق. طبعا طبعا هو ده اساس. اه والله التوفيق في ايه بقى؟ في النتائج النتائج لا بالعكس، في النتائج اقول لك. كان التوفيق في ايه؟ اتفضل. التوفيق الحقيقي للمدرب انه يروح لاداره ناجحه تجيب لعيبه ناجحين كويس. هم نفس اللعيبه، ما هي نفس اللعيبه عادل. لا انا بتكلم هم نفس اللعيبه. لا هم فرقه المقاصه هي نفس اللعيبه يا حبيبي، بس كان مدرب مثلا يبقى الفرق طالما هي اللعيبه. انت عادل انت ممكن تبقى مدرب كويس جدا مع فرقه كويسه جدا، بس انت مع الفرقه دي مش موفق نتائج. عادل المدير الفني بيتعامل بايه؟ بحاسبك انا ايه كرئيس نادي؟ نتائج انا فاهمك، بس انا بتكلم في ايه؟ دايما مثلا احنا بنتكلم على المدرب اللي بيمسك النادي الاهلي محظوظ طبعا، ولكن مش محظوظ بامكانياته ممكن الكره تدخل جون ولا مش جون، لا محظوظ ان ادارته الاداره بتقف جنبه. انت المدرب محتاج حاجه قويه قوي، انا مش محتاج حظ قد ما محتاج ان الاداره تقف جنبك. بس انت مش محظوظ لك. ده انت وانت رايح النادي بتبقى عارف الاداره ازاي، ده مش حظ يا كابتن عادل. معلش بمعنى يعني انا رحت اداره المقصه، انا عارف اداره المقصه اداره كويسه، فمش يعني مش هبقى محظوظ ان هم يقفوا معايا. هم اوريدي كل مدرب وكل اداره بيبقى عارفه. لو لا انا بتكلم الحظ في ايه؟ ان يبقى فاهم ان يبقى الاداره فاهمه. يعني انا عايز الاداره كويس، ما هو يعني عايز سريعا بس هيختار اداره كويس. منتظرين كابتن ناصر عباس. ماشي اوكي. طب كفايه خلاص بقى. خلاص كفايه. بعد اذنك يا كابتن، احنا بنتكلم في حته الحظ والكلام ده. احنا عندنا برضو مثال للكابتن احمد كشري، الراجل مسك الاسوان هو تقريبا عنده 25 بونت او تقريبا يعني لسه موجود النهارده بعد الوقت 34 بونت، كسب 3 ماتشات متتالي. فدي برضو حاجه احنا بنتكلم في تغيير المدربين والحظ والكلام ده. الراجل برضو رايح على نفس الاداره ونفس اللعيبه. بس خلي بالك في نقطه الكابتن احمد كشري، كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل برضه نتائج كان ايجابيه، كان عامل وكان عامل شكل كويس، كان عامل كان عامل فرقه محترمه زي كابتن حليم بالظبط. لكن احنا زي ما الكابتن عبد بيقول النتائج يا كابتن. أيوة النتائج. أيوة هي اهم حاجه بالنسبه طيب عموما هنرجع نستقبل كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه، ولكن بعد الفاصل.